صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشه التلفزيون من خلال القناه الاولى والفضائيه المصريه. اهلا بكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا شاذ. صباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من صباح الخير يا مصر. مفيش شك ان في تطور كبير جدا بيحصل، خصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا مساحات كبيره لنشر الاخبار والتقارير بشكل لحظي وسريع للغايه، ويمكن السرعه والنشر والمتابعه بتعتبر هي الميزه الوحيده في مواقع التواصل الاجتماعي. لكن في المقابل نسبة كبيرة جدا من هذه الأخبار بتكون أخبار غير موثقة بدون مصدر، وفي كتير من الأحيان بتكون أخبار مزيفة. امبارح كان في تقرير مهم جدا نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بيقول إن الخبر الكاذب والتقارير المزيفة بتنتشر أسرع 10 مرات من الأخبار الحقيقية. ومش عارف إيه السبب في ده، أعتقد الموضوع محتاج دراسات نفسية. أنا عايزة أقول لك على حاجة، الخبر الكاذب بينتشر أسرع والتصحيح بتاعه لا ينتشر أبدا. ليه بقى؟ دايما الناس بتبقى حابة السبايسز وحابة الأخبار اللي مليانة توابل وبهارات، ودي بتلاقيها أكتر في الأخبار الكاذبة. ما تلاقيش خبر حقيقي مليان مفاجآت كبيرة وحاجات قائمة على الحاجات دي. حتى لما بتقع بعض المواقع في غلطة إنها تنشر خبر يكون ساعات مش دقيق، التصحيح بتاعه مع انه بيبقى موجود في نفس المساحة وبنفس البند وكل حاجة، يعني توفر حق الرد، مش بينتشر، مش بنلاقي عدد الشير اللي اتعمل له وعدد المشاركة اللي اتعمل له بنفس عدد الخبر. ناس كتير جدا بتبقى خايفة على مصداقيتها هي شخصيا، ما تبقاش حابة ان هي تبقى نشرت خبر وترجع تنشر التكذيب بتاعه، بتبقى معتقدة وكأن هي مثلا اللي غلطانة او هي اخطأت في الكلام. فيمكن عشان كده بقول لك محتاجين دراسات نفسية. صح، عشان نشوف الناس ليه بتعمل كده. عندك حق. وسائل التواصل الاجتماعي يمكن بقت وسيلة خصبة جدا لانتشار أي خبر ملوش مصدر، أو ممكن يكون خبر كمان مضلل، خصوصا أن بقى في تقنيات الذكاء الاصطناعي أو الـ AI اللي بتنتج الأخبار دي. يمكن في مواقع إخبارية كتير بقت بتعتمد على الذكاء الاصطناعي وبتسيب الذكاء الاصطناعي ينتج لها الخبر أو يفبرك الخبر وكمان ينشره، وساعات في بعض الأحيان بيعمل تعليق عليه وبيعمل علشان يرفع الريتش بتاعه أو يرفع الاستقبال بتاعه عند المتلقين، فيرفع التقييم بتاع الموقع. أعتقد أنه وارد جدا في المستقبل يكون في اعتماد أكبر على الذكاء الاصطناعي في مجال صناعة الأخبار. وعشان كده تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قال أنه وفقا لبعض التقديرات قد يمثل قريبا المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي 99% أو أكتر كمان من جميع المعلومات الموجودة على الإنترنت. معظم الدراسات اللي بتركز على هذا الموضوع بتقول إن وسائل التواصل الاجتماعي هي مصدر الأخبار الأقل ثقة على مستوى العالم بالنسبة لصناع القرار، لكن هل بالنسبة للمتلقي العادي؟ محتاجين نعرف برضو التفاصيل دي، لأن المتلقي العادي الأسهل بالنسبة له الصحف الورقية ما بقتش موجودة، ومش كل المتلقين العاديين بيدخلوا على مواقع الأخبار. فيمكن التليفون بقى أسهل بكتير قوي من أن أنا أنزل أشتري جورنال أو أن أنا أفتح حتى أستخدم ريموت وأفتح تلفزيون عشان أتابع. فأعتقد بالنسبة للمتلقي العادي هو بيتابع كتير قوي المواقع، بس مش عارفة بقى هو عنده الوعي الكافي في التعامل مع مواقع الأخبار دي ولا لأ؟ هو بيصدق أي خبر من غير مصدر؟ ما أعتقدش إن ده بقى موجود. اتعلمنا في الفترة اللي فاتت إن في كتير قوي أخبار بتبقى منشورة وهي مش منشورة لها مصدر حقيقي. اتعلمنا نبص على صفحات رسمية للجهات أو للأشخاص اللي منسوب ليهم التصريح. أعتقد ده بقى يفرق جدا في مصداقية الخبر. إحنا موجودين مع حضراتكم النهاردة على مدار 3 ساعات، هنتكلم عن مواضيع كتير جدا، وهنتكلم عن إزاي كمان منصات التعليم بقت بتستخدم الذكاء الاصطناعي. مصبح على حضراتكم مرة تانية، صباحكم زي الفل. صباح الخير يا مصر. قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، خلونا نروح لهالة ونتعرف منها على آخر أخبار الطقس، وكمان جولة مرورية في شوارع القاهرة وباقي المحافظات. يا هالة صباح الخير. صباح الفل يا شاذلي، صباح الفل يا منة، وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا. اتصدمنا قبل الهواء وقلت لنا الجو حر حقيقي، بالراحة بقى شوية يعني أحر من امبارح، اطلع درجات الحرارة يعني فاهمة أحر من امبارح. طيب موجة حرة بقى النهاردة 41 مع الأسف. يعني على العموم احنا طبعا هيبقى معانا تفاصيل أكتر عن حالة الجو، بس دلوقتي تعالوا نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ مع حضراتكم كالعادة من محافظة القاهرة، وهنروح لشارع صلاح سالم اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات متقطعة على امتداد الطريق لحد ما نوصل لتقاطع كوبري اكتوبر. هناك هنلاقي كثافات مرورية، بس بعد تقاطع الكوبري هنلاقي الكثافات دي بدأت تقل بشكل تدريجي ولكنها ما اختفتش.
لو لسه الكثافات دي هتكون طبعا مكمله لحد مستشفى العباسيه، بس هتبدا تختفي عند محطه مترو الاستاد. هنروح لشارع الموسكي، في سيوله مروريه في الوقت الحالي، ولكن من المتوقع انه يشهد بعض الكثافات المروريه خلال الساعات القادمه. في شارع رمسيس في اتجاه العباسيه، الشارع في الوقت الحالي بيشهد كثافات مروريه متقطعه على فترات. الكثافات بتبدا بداية من ميدان رمسيس وصولا للعباسية ولغاية شارع الخليفة المأمون في مصر الجديدة. من القاهرة تعالوا نروح لمحافظة الجيزة، شارع الهرم من بداية المستشفى في كثافات مرورية متقطعة مكملة لحد الجيزة، ولو طلعنا كوبري رودة هنلاقي ان في كثافات مرورية عليه مكملة لحد نفق الملك الصالح. على الشارع الموازي للهرم تعالوا نشوف كده شارع فيصل اللي في الوقت الحالي بيشهد كثافات نسبية بتبدأ من آخر شارع فيصل وواصلة لحد الطوابق. عند الطوابق هنلاقي كثافات مرورية كبيرة بتبدأ تقل عند محطة التعاون، ولكن بداية شارع فيصل في بعض الكثافات المرورية. نروح مع بعض للإسماعيلية، هنلاقي إن طريق رقم 6 اللي بيوصلنا لطريق أحمد أبو زيد بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي. هنفضل مكملين لغاية شارع الطيار إسلام عبد اللطيف، هنلاقي برضو إن في كثافات نسبية غير مؤثرة على حركة السيارات. ولو كملنا لشارع الجامعة هنلاقي إن في سيولة مرورية كبيرة جدا واصلة ومكملة لحد طريق الإسماعيلية. تعالوا مع بعض نروح محافظة سوهاج، هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية بسيطة، ونمشي كمان شوية لغاية طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية في سيولة مرورية، وفي بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي للجامعة في كثافات نسبية، وكمان في بعض الكثافات المرورية البسيطة اللي بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. دلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، وفي نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 41، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 47، وأقل درجة حرارة في مطروح 31 درجة. وطبعا تفاصيل أكتر عن حالة الجو موجودة معانا بس بعد شوية. نبتدي كالمعتاد بأهم الأحداث والأخبار اللي معانا. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص التهنئة إلى ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند بمناسبة تجديد الشعب الهندي الثقة في قيادته لفترة ولاية جديدة. وأعرب سيادة الرئيس عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي عن تطلع مصر للعمل المشترك في الأعوام المقبلة لفتح آفاق جديدة لتعزيز العلاقات التاريخية اللي بتجمع البلدين والشعبين الصديقين وتحقيق الاستفادة القصوى ومن الإمكانات المتاحة لعملهم المشترك. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة بعض ملفات العمل الخاصة بوزارة البيئة. لفت رئيس الوزراء إلى أهمية التحول الأخضر ودوره في دعم النمو واستدامته على مستوى القطاعات المختلفة، وأكد على أن الدولة ما زالت تضع هذا الملف على رأس الأولويات. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص التهنئة لناريندرا مودي رئيس وزراء الهند بمناسبة تجديد الشعب الهندي الثقة في قيادته لفترة ولاية جديدة. وأعرب الرئيس السيسي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي عن تطلع مصر للعمل المشترك في الأعوام المقبلة لفتح آفاق جديدة لتعزيز العلاقات التاريخية اللي بتجمع البلدين والشعبين الصديقين وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لعملهما المشترك، متمنياً التوفيق والسداد لرئيس الوزراء الهندي ولشعب الهند الصديق المزيد من التنمية والرخاء. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة بعض ملفات العمل الخاصة بوزارة البيئة. ولفت رئيس الوزراء في بداية الاجتماع لأهمية التحول الأخضر ودوره في دعم النمو واستدامته على مستوى القطاعات المختلفة، مؤكداً أن الدولة ما زالت تضع ذلك الملف على رأس الأولويات. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة بعض ملفات العمل الخاصة بوزارة الشباب والرياضة. خلال اللقاء قدم وزير الشباب والرياضة عرض حول أهم ما تم إنجازه في قطاع الشباب والرياضة خلال الفترة الماضية والرؤية المستقبلية لهذا القطاع خلال المرحلة المقبلة. امبارح أكد الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشؤون الإعلام والتواصل المجتمعي ودعم الاستثمار إن التسعيرة الجبرية للمستحضرات الطبية بتعد اختصاص أصيل لهيئة الدواء المصرية دون غيرها، وأن قانون إنشاء الهيئة رقم 151 لسنة 2019
نص على أن تتولى هيئة الدواء المصرية تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية والضوابط والإجراءات المنظمة لتسجيل وتسعير وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام القانون والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها ومتابعة تطبيق الإجراءات المتعلقة بها بما يكفل حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين. مؤسسة حياة كريمة وقعت امبارح مع شركة رشل الأدوية شراكة استراتيجية بتتيح الوصول إلى أفضل معايير الرعاية الصحية في المناطق والقرى الأكثر احتياجا. طبعا مؤسسة حياة كريمة بتستهدف توحيد الجهود لتوفير الدعم الطبي لخدمة المواطنين جوه القرى الأكثر احتياجا عن طريق تعزيز الشراكات بين المجتمع المدني والقطاع الخاص. التعاون مع شركة رش هيضمن تقديم الدعم الطبي لحالات كتير زي مرضى سرطان الثدي ومرضى الضمور العضلي الشوكي، بالإضافة لتدريب الكوادر الطبية داخل القرى المدرجة بالمشروع القومي حياة كريمة. احتفلت امبارح وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة البيئة بيوم البيئة العالمي بقصر الأمير طاز الأثري بمنطقة السيوفية. شمل برنامج الاحتفالية استعراض عدد من المبادرات البيئية الرائدة في مجال البيئة وإقامة معرض تحت عنوان الفن المستدام. تفاصيل أكتر هنعرفها في التقرير اللي جاي. النهاردة بنبدأ مجموعة كبيرة من الفعاليات الثقافية والفنية في وزارة الثقافة للاحتفال باليوم العالمي للبيئة. بننتهز هذه الفرصة وبنعمل توعية مجتمعية بأهمية الحفاظ على البيئة. الأطفال بيجوا هنا يتعلموا إزاي يعملوا تدوير للمخلفات ويصنعوا منها أشكال فنية، يعملوا مجموعة من الرسومات اللي بتعبر عن كيفية الحفاظ عن البيئة. النهاردة احنا بنستضيف قاعة من القاعات المهمة قوي، المعرض بديع صنع الله، دي بيرجع لوزارة البيئة اللي بتقدم بيها البيئة الخضراء وبتبين بصراحة في مجموعة من اللوحات المهمة بداعة أو بدع البيئة المصرية. المعرض المصاحب النهاردة هو نموذج جيد جدا لممارسات الشباب من المصورين الفوتوغرافيين، وخصوصا في مجال صعب جدا مش معتاد كمان في تصوير الفوتوغرافي في مصر، وهو تصوير الحياة البرية. النهاردة بنشارك في معرض اليوم البيئة العالمي في معرض بديع صنع الله، مشارك بثلاث صور من البيئة المصرية، ثلاث صور مختلفين للسلطعون والغراب البحر والطائر تاني موجود برضه في المعرض. الهدف الأسمى ان احنا نعرف الناس بالتنوع الموجود في البيئة، وفي نفس الوقت نشجع الناس كمان اللي هتشوف الكلام ده ان هي تستمر وتكمل معانا. بص انا يعني يمكن ما زرتش كل الحتت الحلوة اللي في مصر، بس انا عارف ان القناطر الخيرية واحدة من الحتت الحلوة قوي، في بورسعيد طبعا، في لما تنزل في أسوان، فانت واخد وادي النيل بالكامل، انت اي حته فيه هتلاقي فيها الطيور موجوده، بس الحته بالذات بتاعه القناطر الميزه اللي فيها ان كمان الطيور بتحب انها تستقر هناك، فده اللي بيدي لنا فرصه افضل اننا نقدر نصور الصور. الحمد لله ربنا، دي هي رزق اولا واخيرا. يعني النمله يعني شيء مميز، الناس كلها بتشوف النمل في الارض وتشوف، بس عمرها ما فكرت انها تصوره، في حين هو كان جميل جدا يعني. فصورت النمله عشان شيء مختلف، شيء في حياتنا ربنا ذكر في القرآن، فبصراحة كائن عظيم يعني. بالنسبة لأخبار المحافظات، في المنيا بيتم إحلال وتجديد محطة مياه دير جبل الطير المرشحة بتكلفة 31 مليون جنيه، وفي المنوفية تم تدشين محور مروري جديد باستثمارات 60 مليون جنيه. أما في البحر الأحمر فمطار مرسى علم الدولي استقبل 14 رحلة طيران أوروبية. في الوادي الجديد تم تنفيذ قافلة طبية مجانية بقرى الفرافرة ضمن مبادرة حياة كريمة. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية من محافظات مختلفة هنعرفها في التقرير اللي جاي. مع
محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في المنيا أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي إن التكلفة التقديرية لأعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل بمحطة مياه جبل الطير المرشحة بمركز سما اللوط بتصل لمبلغ 31 مليون جنيه لضمان التشغيل المنتظم للمحطة والقضاء على مشاكل ضعف المياه بالمناطق المحرومة. في بورسعيد أعلنت المحافظة عن قرب الانتهاء من أعمال طبقات التأسيس بالمنطقة الصناعية بالكامل بعد الانتهاء من دخول المرافق للمنطقة، وتم الانتهاء من أعمال إدخال التيار الكهربائي وتركيب المحولات والانتهاء من دخلات المياه الفرعية لجميع الوحدات الصناعية. في المنوفية دشنت المحافظة محور مرور جديد يربط مدخل شبين الكوم بحي شرق بإجمالي استثمارات تزيد عن 60 مليون جنيه كشريان تنموي جديد بيساهم في تخفيف الاختناقات وتحقيق السيولة المرورية في إطار احتفالات المنوفية بعيدها القومي. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 14 رحلة طيران أوروبية سياحية، وتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية المتبعة حتى توصيل السياح للفنادق المختلفة. في بني سويف أعلنت المحافظة تحقيق التيسيرات المطلوبة لتسريع العمل في ملف التصالح وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتقديم كافة سبل الدعم لضبط منظومة العمران والبناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين ضمن القانون الجديد، وبلغ إجمالي عدد الطلبات اللي تم تقديمها 22,000. في الوادي الجديد أعلنت مديرية الصحة بدء أعمال القافلة الطبية المجانية بقرية عثمان بن عفان التابعة لمركز الفرافرة بالمحافظة، وده في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبتضم كافة التخصصات الطبية المختلفة. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل معكم باقي حلقاتنا. وبنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء وحار على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية. كمان في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور محمود. صباح الخير على حضرتك استاذة هالة وعلى كل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. استمرار الموجه الحاره والنهارده الجو حر اكتر من امبارح، يعني امبارح كان مسجلين 38 مثلا في القاهره، النهارده 41. الموجه الحاره دي هتنتهي امتى؟ بالفعل طبعا زي ما حضرتك ما قلت، النهارده الطقس متوقع انه يكون اشد حراره من الايام اللي فاتت. الذروة بتستمر على مدار ال 48 ساعه الحاليين، يعني على مدار الخميس والجمعه هو ذروة هذه الموجة شديدة الحرارة اللي بدأت من بداية الأسبوع. متوقع العظمى اليوم وغدا على القاهرة تكون في حدود 41 درجة مئوية. بالتأكيد محافظات جنوب الصعيد بيكون دايما لها النصيب الأكبر وهترتفع عليها أيضا درجات الحرارة اليوم وغدا. يمكن بعض المحافظات من جنوب الصعيد هتصل عليها العظمى اليوم لحدود 47 درجة مئوية خلال ساعات النهار، بيتم تسجيلها في الظل. طبعا ارتفاعات كبيرة جدا. بالفعل ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة. محافظات جنوب الصعيد، محافظة زي أسوان من المتوقع أن العظمى عليها النهاردة في الظل تكون 47 درجة مئوية، ارتفاعات كبيرة جدا في درجات الحرارة. ده هيأثر كمان على درجات الحرارة خلال ساعات الليل. هنبدأ خلال ساعات الليل نلاقي محافظات جنوب الصعيد بتسجل أكثر من 30 درجة مئوية خلال ساعات الليل، والقاهرة كمان هترتفع عليها الصغرى لهذه الليلة إلى 27 درجة مئوية. يعني أجواء شديدة الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية ما عدا السواحل الشمالية خلال ساعات النهار، وخلال ساعات الليل أجواء مائلة للحرارة على أغلب مناطق الجمهورية بما فيها القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وحتى محافظات الصعيد، طبعا ما عدا السواحل الشمالية سواء خلال ساعات الليل أو خلال ساعات النهار، لأن الكتل اللي بتأثر على السواحل الشمالية مختلفة نسبيا عن الكتل اللي بتأثر على باقي مناطق الجمهورية. وبالتالي أجواء السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط خلال ساعات النهار أجواء حارة والعظمى عليها لا تتجاوز 33 درجة مئوية، وخلال ساعات الليل أيضا هنلاقي اعتدال كبير في الحالة الجوية ودرجات حرارة صغرى في حدود 22 ل 23، ده بالنسبة للسواحل الشمالية. كمان هنبدأ نلاقي خلال ساعات الصباح سواء النهاردة أو بكرة شبورة مائية خفيفة جدا بتكون على مناطق متفرقة من الجزء الشمالي من الجمهورية، هي غير مؤثرة تماما لكنها شبورة مائية خفيفة جدا. طبعا بالإضافة لنشاط رياح نسبي خلال ساعات النهار موجود على العديد من مناطق الجمهورية،
النشاط ده سرعته لا تتجاوز ال 35 كيلومتر على الساعه، لكنه يمكن خلال ساعات الليل تحديدا بيلطف الاجواء بشكل نسبي. عايزين نشير لنقطه مهمه كمان، ان نسب الرطوبه بدات ترتفع ارتفاعات طفيفه، يعني مش طبعا مش زي اللي بنشوفها في فصل الصيف ولا زي اللي كنا بنشوفها على مدار الموجات الربيعيه اللي فاتت، علشان كده هنبدا نشعر بالحر بشكل اكبر لكن نسبيا مش بشكل كبير، وبالتالي يمكن نسب الرطوبه بنشعر بيها اكتر اليومين دول خلال ساعات الليل بتكون اعلى شويه، ده كمان بيزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره خلال ساعات الليل. طبعا زي ما دايما بنقول السبب في الموجه دي هو الكتل الصحراويه القادمه من مناطق شديده الحراره بالاساس مع المرتفع الجوي اللي موجود في طبقات من شبه الجزيره العربيه، صح يا دكتور؟ يعني بالظبط جايه من منطقه شبه الجزيره العربيه، كتل شديده الحراره بالاساس بتقطع مسافه طويله على ارض حاره وبالتالي بتزداد حراره وصولا الى الاراضي المصريه. لكن الخرائط بتشير انه بدايه من السبت ان شاء الله في تغير طفيف في الكتل دي وفي مصادر الكتل دي، بالاضافه لوجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا بدل المرتفع اللي احنا بنتاثر بيه حاليا. وبالتالي عشان كده بنتوقع انه مع بدايه الاسبوع عوده تدريجيه، مش عوده حاده لكنها عوده تدريجيه بانخفاض طفيف بمعدل 3 درجات ل4 درجات على شمال البلاد زي السواحل الشماليه، الوجه البحري، حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد. هنبدا من السبت القاهره تسجل في حدود 36 ل37 درجه مئويه، ما يعتبرش انخفاض قوي، هيظل الطقس شديد الحراره برضو على القاهره والشمال الصعيد والوجه البحري ومدن القناه وكل المناطق دي، لكنه طبعا لا يقارن بال 41 درجه مئويه، فبالتالي هو يعتبر انخفاض طفيف عن ذروه الموجه. هيكمل الانخفاض التدريجي ده بشكل تدريجي علشان نوصل على منتصف الاسبوع لحوالي 35 درجه بالنسبه للقاهره الكبرى، ودي هتكون هي تقريبا المعدلات الطبيعيه خلال الفتره دي او خلال الشهر ده، بتكون ما بين ال 33 ل 35 درجه مئويه مع ارتفاع طفيف في نسب الرطوبه. وبالتالي ايضا من يوم الحد او من يوم الاثنين هتمتد هذه الانخفاضات نسبيا حتى جنوب الصعيد، اللي هيبدا هو كمان على منتصف الاسبوع يسجل في حدود ال 40 الى 41 درجه مئويه، طبعا بعد ما كان بيسجل ما بين ال 45 ل 47 درجه مئويه. يعني طبعا اكيد في وسط الموجه الحاره دي لازم يبقى في نصايح للمواطنين انه يعني نحاول نتفادى التعرض المباشر لاشعه الشمس، نشرب ميه على قد ما نقدر. على العموم بنشكر حضرتك دكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 27، وفي العاصمة الإدارية 41-26، في الإسكندرية 32-22، وفي العلمين الجديدة 33-22، مطروح 31-21، ودمياط 34-22، بورسعيد 35-22، والإسماعيلية 42-26، في السويس العظمى 41 والصغرى 26، وفي العريش 33-21، أما في كاترين العظمى 34 والصغرى 16، طابة 36-24، وحلايب 37-29، شلاتين 40-28، وشرم الشيخ 42-30، والغردقه 41-29، في الفيوم 41-23، وبني سويف 42-24، والوادي الجديد 44-28، واسيوط 42-25، سوهاج 44-28، وقنا 45-28، الاقصر 46-29، واسوان العظمى فيها 47 والصغرى 30 درجات حراره مرتفعه زي ما حضراتكم شايفين كلها تتخطى ال 40. يا ريت نبقى حريصين وناخد بالنا من يعني من التعرض المباشر للشمس. على العموم دلوقتي عوده مره ثانيه لشاذلي والمنه ومتابعه فقره صباح الخير يا مصر. شكرا لك. ودلوقتي خلينا نتابع مع بعض اهم الاحداث اللي هتحصل النهارده في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فتنطلق فعاليات الملتقى السنوي لمدراء الالتزام بالمصارف العربية اللي بينظمه اتحاد المصارف العربية في شرم الشيخ، وبيعقد الملتقى بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصر والبنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.
النهارده هتسير شركه مصر للطيران 19 رحله جويه لنقل حجاج بيت الله الحرام للاراضي المقدسه لاداء مناسك الحج، بواقع 10 رحلات القاهره جده، 6 رحلات القاهره المدينه المنوره، ورحله القاهره الطائف، و2 رحله كوناكري المدينه المنوره، وده لنقل حجاج بعثه وزاره الداخليه والكهرباء وقرعه الجيزه والاليوبيه وتضامن الفيوم وكفر الشيخ والترانزيت وحجاج كوناكري وحج افراد واجانب. لعشاء الكرة الإفريقية موعدهم النهاردة مع مباراة هامة بتجمع ما بين المنتخب الوطني ومنتخب بوركينا فاسو في إطار الجولة الثالثة من تصفيات الأمم الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وده في تمام الساعة 10 ليلاً على استاد القاهرة. من الأخبار الغريبة الموجودة في وكالات الأنباء أنه في بقرة في البرازيل سعرها وصل ل$4 مليون، بتعتبر هي أغلى بقرة اتباعت في مزاد علني على الإطلاق، وفقاً طبعاً لموسوعة جينيس للأرقام القياسية. طبعاً البقرة دي بتتميز بأن جسدها ضخم ومليان باللون الأبيض التلجي، وعشان سعرها الغريب ده لازم تكون طبعاً تحت المراقبة طول الوقت، وكمان تحت الحراسة المشددة من شخص مسلح وكمان كاميرات مراقبة أمنية. هو إيه اللي وصلنا للمرحلة دي يعني؟ يعني عايزين نعرف مراحل نمو البقرة حتى وصلت إلى هذه المرحلة، لأنه يصل في النهاية لأن سعرها $4 مليون ومعها حراسة مش عارف يعني لونها أبيض قوي بس مثلا، فمتميزة إن دايما بيبقى فيه ألوان تانية في البقر، مش عارف أنا حاساها مختلفة غريبة خالص شكلها، مش حاساها أصلا شبه البقر قوي. أمال شبه مش عارف فيها من الجمل كده شويه ولا ايه؟ اكيد طبعا النهارده ذكرى ميلاد الفنانه عزيزه حلمي اللي اجازت واشتهرت بتمثيل دور الام في السينما المصريه، ومن اشهر افلامها ظلموني الناس وحماتي قنبله ذريه وسيده القطار والملاك الظالم والوساده الخاليه وشاطئ الاسرار. خلينا نتابع. تحل اليوم 6 يونيو ذكرى ميلاد الفنانة عزيزة حلمي التي أجادت واشتهرت بتمثيل دور الأم في السينما المصرية. ولدت عزيزة حلمي في الزقازيق بمحافظة الشرقية، وبدأت مشوارها الفني في سن مبكرة من خلال علاقتها بالفنانة زينب صدقي والفنانة فردوس محمد. أسند إليها المخرج أحمد بدرخان دوراً في فيلم قبلني يا أبي مع محمد فوزي ونور الهدى عام 1946. الغنوة دي فكرتني بغنوة كان أبوك يحبها موت. إيه دي يا ماما؟ غنوة أسمر ملك روحي. تعرف يا ماما غنوة عطشان يا أسمراني محبة، ولا غنوة حبيبي بحبه الأسمر، ولا غنوة البياض أحلى ولا السمر أحلى؟ هي يا ماما، هو البياض أحلى ولا السمر أحلى؟ والله أنت رايقة يا سميحة. تزوجت عزيزة حلمي من الكاتب الروائي علي الزرقاني بعد أن تعرفت عليه في المعهد وأنجبت منه ابنها الوحيد. اشتهرت الفنانة عزيزة حلمي في معظم أفلامها بتجسيد دور الأم، ومن أشهر أفلامها ظلموني الناس وحماتي قنبلة ذرية وسيدة القطار. عملت عزيزة حلمي في الإذاعة مع محمد محمود شعبان أو بابا شارو في برنامج عذراء الربيع، ومن أشهر أعمالها الإذاعية مسلسل عيلة مرزوق أفندي الذي قدمته الإذاعة على مدى سنوات طويلة. ومن أشهر أعمالها في التلفزيون مسلسل القاهرة والناس ودموع في عيون وقحة ورأفة الهجان. ما لو كل واحد فينا عمل اللي عليه ما كانش ده بقى حل. النهاردة هنحيي مع حضراتكم ذكرى وفاة العبقري الفنان الكبير محمود المليجي، واحد من علامات السينما المصرية ومن أهم المبدعين اللي ارتبط بهم الجمهور. تم اختيار 21 فيلم ليه في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية. تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان محمود المليجي الذي رحل في 6 يونيو عام 1983 عن عمر ناهز 72 عاماً، ويعتبر أحد أعظم مبدعي مصر في عالم الفن والسينما. ولقب المليجي بشرير السينما وأنتوني كوين العرب، حيث قدم عدداً من الأعمال المهمة التي تركت بصمة كبيرة مع جمهوره، وأبرز من جسد أدوار الشر في تاريخ السينما المصرية. كان عندي طردين في السويس كنت عايزك تجيبهم لي، أنا خدامك وتحت أمرك يا معلم. والله انت ابن حلال بس مش عارف حظك محجر ليه. معلش يا معلم، هي ماشيه ومذكوره والحمد لله. والله ما تقول، انا كنت كلمت المعلم عباس عشان يرجعك مطرح الواد العايل اللي طردوه. وافق المعلم عباس.
انما بقى الحكايه اللي حصلت بين المعلم والمعلمه ضيعت الفرصه. ولد محمود المليجي في قرية مليك بمحافظة المنوفية، وانضم في بداية الثلاثينيات من القرن الماضي إلى فرقة فاطمة رشدي، وكان مغموراً في ذلك الوقت، والتحق بمسرح رمسيس ثم احترف التمثيل لتكون له مدرسته الخاصة في التقمص، ويصبح قاسماً مشتركاً لكل الأعمال الناجحة، خاصة أدوار الشر التي برع في تقديمها. هتعمل إيه؟ بشوف البنزين. اشمعنى البنزين؟ دم العربية. والموتور؟ الموتور القلب، سليم لسه مجدده. انت دكتور تفتكر كده؟ اربط كابل البطارية والعربية تمشي تمشي تمشي. يعد الفنان محمود المليجي الممثل الأكثر مشاركة في تاريخ السينما والتلفزيون العربي بحصيلة تجاوزت 700 عمل فني، وتم اختيار 21 فيلماً قدمه محمود المليجي في قائمة أفضل 100 فيلم بذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996. ولا كمان كم يوم وحيبعت لي كرشين تانيين. واضح. وحماده ابني تشوفولي كويس ولا لا، وتشوف اذا كانت بهية معتنيه بيه ولا لا. طب قدر ان حماده ابنك شبط فيا وقال اشوف بابا، اعمل ايه؟ قول له بابا هيجي لك مصر بعد كم يوم. طب قدر مراتك الست بهية شبطت فيا، اعمل ايه؟ اوعى بهية تشبط فيك، دي مجنونه ولو جت هنا هتبوظ لنا كل حاجه، فاهم؟ ترك الفنان محمود المليجي بصماته في المسرح منذ أن عمل مع فاطمة رشدي، والتحق فيما بعد بفرقة إسماعيل ياسين، بعدها عمل مع فرقة تحية كاريوكا، ثم فرقة المسرح الجديد، وقدم على خشبة المسرح أكثر من 20 مسرحية، وكان عضواً بارزاً في الرابطة القومية للتمثيل، ثم عضواً بالفرقة القومية للتمثيل. حاربنا سامة أيام الإنجليز وأيام السلطة، رحنا الشام في عز البرد والتلج الحارب، شفنا الموت بعينينا، دفننا مننا ناس في التلج، لا خفنا ولا ولينا. ليه؟ لأننا كنا رجالة وقفنا وقفة رجالة. من أبرز أفلامه جفة الدموع، ولقاء مع الماضي، ومجانين بالوراثة، وعودة الابن الضال، ولا وقت للدموع. كما قدم العديد من ألوان الدراما، ومن أبرز مسلسلاته مسلسل أحلام الفتى الطائر مع عادل إمام، ومسلسل الأيام مع الراحل أحمد زكي، ومسلسل القط الأسود، ومسلسل رداء لرجل آخر، ومسلسل اليتيم. أنا كنت فاهم إن لما الولاد تتجوز خلاص يتشال حمل من على كتافي، إنما اتضح إن أنا كنت غلطان. ما دام الواحد خلف لازم يفضل شايل هم ولاده طول عمره. رحل محمود المليجي وهو في سن 73، وكان ذلك في يوم 6 يونيو عام 1983 إثر أزمة قلبية حادة، وتوفي في مكان التصوير وهو يستعد لتصوير آخر لقطات دوره في فيلم أيوب. معانا على التليفون الأستاذ عصام زكريا الناقد الفني، نتعرف منه على أبرز المحطات الفنية اللي خاضها الفنان محمود المليجي. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير عليكم. أهلا وسهلا. الفنان محمود المليجي له أكثر من 21 فيلم تم اختيارهم في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية. لو احنا قلنا ان ده رقم كبير جدا، يعني هل ده بيدل على انه فعلا برع في انه يقدم دور الشرير على الشاشه؟ هو برع طبعا في دور الشرير وغير دور الشرير. يعني هو ارتبط دور الشرير باسمه لانه عمله في افلام كثيره جدا ولفترات طويله. كان هو يعني ممثل الشر الاول. وده طبعا نتيجة انه الانتاج والجمهور خلاص هم شافوه في هذا في هذه الشخصية او هذا النمط يعني، وحصروه فيه لفترة طويلة جدا. وهو حتى كان يعني يكتب احيانا بعض المقالات والحوارات بيتكلم فيها على هذه المسألة، يعني انه يعني هم الناس حفروه في هذه الشخصيه انه يعني محتاج انه يخرج منها، لانه هو حاسس ان عنده امكانيات كثيره جدا، ولكن ملامحه حصرته في هذه النوعيه من الادوار. طيب استاذ عصام، ازاي برع في ادوار الشر على الرغم من ان كل النقاد بيتكلموا عن حياته الشخصيه وانه كان انسان هادي الطبع وكان طيب كمان، فازاي قدر يعمل ده؟
والله ما هي دي طبعا من ظواهر وعجائب الفن التمثيلي، انه ممكن احيانا شخص يبقى شكله ملائكي جدا وبيطلع في ادوار البطل الملاك البريء وهو في حياته الشخصيه عكس كده خالص، والعكس ممكن يبقى ملامحه على الشاشه يعني بتدي تعبير الشر والقسوه والمكر، ولكن هو في الحقيقه طيب جدا ويعني وبيخاف من خياله زي ما يقال يعني عن محمود المليجي. كان في دايما كده ثنائي الفنان محمود المليجي ووحش الشاشه فريد شوقي، واحد بيمثل الطيب اللي بينتصر الجدع اللي الناس دايما بتبقى بتحب دوره اكتر، والشرير اللي هو كان بيمثله محمود المليجي. سنين كتير جدا واعمال كتير جدا ارتبطوا مع بعض بتقديم الدورين دول في نفس الوقت. ده صحيح طبعا، ده صحيح يعني حتى تعبير يعني فريد شوقي ومحمود المليجي ده اصبح من التعبيرات الشائعه. انا فاكر واحنا صغيرين يعني كنا نلعب مثلا العاب الضرب دي، فواحد يعمل فريد شوقي والتاني يعمل محمود المليجي يعني. ولو واحد يعني كويس جدا يقول له انت لو ابوك فريد شوقي يعني تعرف تعمل الحكايه دي، اللي هو لو انت قوي وطيب وليك جماهيريه يعني. بالظبط، وابوك فريد شوقي بقى يعني تقدر يعني. ومحمود المليجي بيرتبط بدور الشرير. طيب لو حضرتك تتكلم عن محطاته بقى يا فندم، محطاته الفنيه. هم عملوا دويتو هايل مع بعض، المحطات الفنيه طبعا هو اشتغل انا عندي والله صور دي من وهو عنده يمكن ما كملش 20 سنه. يعني لما دخل عالم المسرح والتمثيل ولفت الانتباه مبكرا جدا من حياته، ولكن السينما بتفرض بقى على الممثلين اختيارات في عينها، فابتدت السينما تختبره في كذا دور، ثم لقيته في دور الشرير ده، وبقت كل الادوار اللي بتعرض عليه هي هذه النوعيه، وكان بيقبل يعني بيضطر يقبل هذه الافلام، لكنه كان عايز يخرج من العبايه دي، كان عايز يخرج منها. ومع ذلك هو برع فيها جدا، برع فيها الحقيقه باسلوب مميز جدا. يعني رغم ان هو ممكن يكون ما كانش حابب النوعيه دي قوي او مش حابب ان هي يحاصروه فيها، الا انه موهبته التمثيليه يعني خليته انه يقدم هذه النوعيه من الادوار ببراعه شديده وباسلوب خاص. طيب لما خرج من العبايه دي اكيد خرج طبعا يعني وقدم اعمال، لما قدم اعمال بقى فيها، طيب وجهه نظرك فيها ايه يعني او تعليقك عليها ايه؟ هقول لك يعني انا كنت بس هشير لنقطه واحده ان هي خاصه باسلوبه في اداء الشر، وانه مهما كان الشخصيه الشريره اللي هو بيأديها إلا إنه بيأديها بنبرة ساخرة. ممكن تكون النبرة الساخرة دي كأنها تعبيره هو عن يعني رأيه هو في نوعية الدور الشرير أو الأدوار الشريرة اللي هي بيلعبها طول الوقت، لكن عنده نبرة ساخرة فتبتسم مهما كان قسوة الحاجة اللي بيعملها، إلا إنه أنت لا تملك إلا إنك تبتسم من هذا الشر ومن هذا الاداء الشرير. ده طبعا اداء مميز جدا يعني عدد قليل جدا من الممثلين العالميين اللي بيقدروا يعملوه. بعد اداء الشر لسنوات طويله جدا ولما كبر في السن شويه ابتدى ياخد ادوار ثانيه. ابتدى ياخد ادوار بقى الاب، ابتدى ياخد أدوار الفلاح، أدوار الصحفي، الأستاذ الجامعي، عمل دور وزير الداخلية مثلا في أحد الأفلام غروب وشروق، فأثبت جدارة كبيرة جدا في هذه الأدوار، وطبعا لا ينسى الجمهور ليه
ادواره مع يوسف شاهين تحديدا كمان، لان الحقيقه يوسف شاهين وظف محمود المليجي بشكل كبير جدا. اولا في العصفور عمل دور الخواجه، في الارض عمل دور تقريبا ده دور البطوله الوحيد عمله في حياته، لان هو البطل الحقيقي في فيلم الارض. في عوده ابن الضال عمل الاب الطيب وغير طول الوقت، وهكذا يعني عمل ادوار كثيره جدا. تنوع كبير وعدد افلام كبير، ممكن يكون وصل ل 700 فيلم او 700 عمل فني تم تقديمهم، يمكن تم اختيار اكثر من 21 فيلم من اهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصريه للفنان الراحل محمود المليجي. كل الشكر ليك الاستاذ عصام زكريا الناقد الفني، شكرا جزيلا. دلوقتي مشاهدينا بعد موجز لاهم الاخبار مع هاله. شكرا شاذلي. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بمناسبة تجديد الشعب الهندي الثقة في قيادته لفترة ولاية جديدة. وأعرب الرئيس السيسي على حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي عن تطلع مصر للعمل المشترك في الأعوام المقبلة لفتح آفاق جديدة لتعزيز العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لعملهما المشترك، متمنيا التوفيق والسداد لرئيس الوزراء الهندي ولشعب الهند الصديق المزيد من التنمية والرخاء. استشهد عشرات الفلسطينيين في قصف استهدف مدرسة تابعة لأنروا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وقالت السلطات الصحية بغزة إنها تتوقع ارتفاع عدد شهداء مجزرة الاحتلال الجديدة بالنصيرات بسبب العدد الكبير من الإصابات الخطيرة والحرجة. هذا وأوضحت مصادر فلسطينية أن قصفا جديدا استهدف حي تل السلطان غربي رفح الفلسطينية، ما أسفر عن شهداء ومصابين. كما استهدف قصف إسرائيلي مناطق معن والقصف قرار شرقي خان يونس. كما شهد مخيم البريج وسط القطاع قصفا عنيفا استهدف عدة منازل، ما أسفر عن شهداء ومصابين. ألقت الشرطة الأمريكية القبض على أكثر من 12 شخصا في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا بعدما احتشد الطلاب المنددون بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة معتصمين داخل مكتب رئيس الجامعة ومطالبين الجامعة بسحب استثماراتها من الشركات المرتبطة بالحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. تبادلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني القصف العنيف على طول الحدود، وأوضحت مصادر لبنانية أن حزب الله استهدف منصة تابعة لمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية في ثكنة راموت نفتالي بصاروخ موجه. كما نفذ حزب الله هجوما جويا بالطائرات المسيرة ضد هدف عسكري في شمال إسرائيل، في حين أعلنت مصادر إسرائيلية إصابة 11 شخصا في هجوم بالطيران المسير شمال إسرائيل. من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته للمنطقة الشمالية إن إسرائيل جاهزة لعمل قوي ضد لبنان. يتوجه نحو 370 مليون ناخب أوروبي اعتبارا من اليوم حتى الأحد المقبل إلى مراكز الاقتراع في الدول 27 للاتحاد الأوروبي من أجل انتخاب النواب الجدد في البرلمان الأوروبي. ويختار الناخبون 720 عضوا بالبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بين آلاف من المرشحين من أحزاب اليمين والوسط واليسار وسط مخاوف من صعود اليمين المتطرف. وتقام هذه الانتخابات الأوروبية كل 5 سنوات ويختلف موعدها بين دول الاتحاد، حيث ستبدأ اليوم في هولندا والجمعة في أيرلندا والسبت في كل من لاتفيا ومالطا وسلوفيكيا، في حين يصوت الناخبون في بقية دول الاتحاد الأوروبي من بينها فرنسا يوم الأحد المقبل.
وقعت مؤسسة حياة كريمة وشركة روش للأدوية شراكة استراتيجية تتيح الوصول إلى أفضل معايير الرعاية الصحية في المناطق والقرى الأكثر احتياجاً لتصل إلى المرضى في جميع أنحاء مصر. وأكدت رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة عهود وافي أن المؤسسة تسعى إلى توحيد الجهود بشكل عام فيما يخص الدعم الطبي لخدمة المواطنين داخل القرى الأكثر احتياجاً عن طريق تعزيز الشراكات ودمج الجهود بين المجتمع المدني والقطاع الخاص. يستضيف منتخب مصر الأول لكرة القدم منتخب بوركينا فاسو في 10 مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. هذا وأنهى المنتخب بقيادة حسام حسن استعداداته للمواجهة المرتقبة، ونجح منتخب الفراعنة في تحقيق الفوز خلال الجولتين الأولى والثانية بتصفيات المونديال على حساب كل من جيبوتي في القاهرة بسداسية النظيفة قبل الفوز على سيراليون بهدفين دون رد بالجولة الثانية. انتهى موجز 8 وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. الحقيقة الرياضة المصرية في كل أشكالها وفي كل ألعابها سواء كانت فردية أو جماعية، لعيبة أو جهاز فني أو مدربين، كلهم موجودين على أعلى مستوى. عندنا كمان حكام متميزين في مختلف الألعاب. لما نتكلم عن الحكام في الألعاب الرياضية لازم نقول إنهم هيمثلوا مصر في أولمبياد باريس 2024. حاجة تشرف الحقيقة منا، وفرصة كمان عشان نتعرف على الحكام اللي هيكونوا في أولمبياد باريس. خلونا نرحب بضيفتنا كابتن إيمان عرام الحكم الدولي A ورئيس اللجنة الفنية للسباحة التوقيعية بالاتحاد المصري للسباحة اللي منورانا. صباح الخير عليك. صباح النور. يا أهلا وسهلا بيك. طبعا بنبارك لحضرتك طبعا، وعايزين نعرف في البداية شعورك بقى لما عرفت أن أنت هتكوني ضمن الفريق التحكيمي في أولمبياد باريس. طبعا انبسطت جدا لأن الموضوع مش سهل قوي، بيبقى منافسة جامدة علشان مين يروح الأولمبي جيمز as a judge زي بالظبط اللعيبة. فلما جالي الترشيح كنت سعيدة جدا لأن أي حكم عشان يوصل للبوزيشن ده بيبذل مجهود كبير قوي لأن قدامه عدد كبير من الحكام الدوليين اللي كلهم بيحاولوا يوصلوا لنفس البوينت. فإنك توصل الأولمبيك جيمز this is حاجة كويسة. طيب كابتن إيمان، خلينا نبتدي كده من البداية شوية. إحنا مكاننا إيه في الووتر بالي أو في السباحة التوقيعية كلعيبة كمدربين كحكام كاتحاد؟ احكي لي بقى القصة كلها عشان نعرف إحنا إزاي موجودين في باريس 2024. نبتدي من 1984. السيدة سفسرة الله يرحمها هي أول واحدة رجعت السباحة الفنية أو السباحة التوقيعية لمصر، وشاركنا في أولمبياد لوس أنجلوس في 84، وانا كنت في الاولمبيك جيمز دي المدربه بتاعت الفريق. كبرت وبدانا نعجز وقلنا نتجه للتحكيم. دايما شباب ودايما متالق. ثانك يو. الفريق المصري من 1984 وهو بينافس باعتباره المؤهل الافريقي، يعني احنا احسن بلد في افريقيا. ساوث افريكا بتعمل اللعبه، في كذا بلد عربي بتعملها، واحنا نمبر 1. فتاهيل افريقي ده بدايه. مركزنا الدولي بيتطور بشكل بخطوات واسعه جدا. شاركنا السنه دي في الاعداد الاولمبي بتاعنا في 3 بطولات عالم. اخر بطوله عالم نزلناها جبنا في احد احنا عندنا كذا مسابقه، جبنا في احد المسابقات المركز الخامس على العالم. كسبنا دول كبير كتير قوي. احنا تاهلنا للاولمبيك جيمز كفريق كمنتخب مصري من فوكوكا في اليابان في 2023. قدرنا في بطولة العالم اللي في مصر نجيب السيلفر ميدال، الميدالية الفضية في بطولة الفريق الحر. احنا بننافس نفسنا. اوكي، المؤهلين الاولمبيك جيمز في اللعبة دي هم 10 فرق فقط. احنا كنا داخلين على المركز الثامن لما تأهلنا. هدفنا الكبير قوي كمصريين احنا نوصل للمركز السابع ونكسب احد الفرق، مش عايزه اقول اسمها عشان انا حكم دولي. على فكره بخلي بالي قوي دلوقتي لما اعمل اي بوست عشان انا نيوترال، المفروض اني ما بقاش متحيزه لمصر عشان قيمتي يعني. فمصر يعني خطواتها في التطور كبيره جدا.
وجودها قوي كلاعبات وكحكام. احنا عندنا كمصريين اثنين جادج اي، واحنا عندنا كاتيجوريز جادج اي وجادج جي. احنا عندنا اثنين مصريات، منال حسن شاركت في الاولمبياد بتاعه طوكيو من مصر برضو كانت ممتازه، وانا ان شاء الله همثل مصر في الاولمبيك جيمز دي. في حد تاني هيشارك حضرتك كمصريات؟ كمصريين في التحكيم؟ لا انا في تحكيم حضرتك، ما بياخدوا واحد من كل قاره. طب ده جميل جدا. حضرتك قلت ان في مجهود كبير جدا عشان نصل الى هذه المكانه، قول لنا ايه كواليس الاختيار بتكون عامله ازاي، وايه المجهود اللي بيبذله الحكم عشان في النهايه يكون موجود في اولمبياد باريس؟ طيب عشان نتواجد اساسا كحكم دولي احنا لينا تقييم سنوي، بنخوض امتحان تحريري جزء منه عملي وجزء منه نظري. لابد اشارك سنويا فيما لا يقل عن 4 بطولات دوليه. والحقيقه الفضل في انه ان تتاح لي الفرصه اني احقق الكرايتيريا دي هو الاتحاد المصري للسباحه. هو الحقيقه لو مش كان بيدينا التشانس ان احنا نسافر ونحقق العدد المطلوب دوليا ما كانش حد فينا يقدر يعمل كده. وصلت للمكانه دي بعد تقييمات. احنا في كل بطوله دوليه بيبقى لنا ايفالويتر مقيم يبعت لي ريزلتس لنتيجتي يقول لي انت عملتي ايه صح وعملتي ايه غلط، كنت في السكور ده اعلى كنت في السكور ده اقل، بيقيسوا لنا نسب التحيز اجينست ضد او مع، بيقيسوا لنا نسب التركيز، بيقيسوا لنا نسب الدخول والخروج في مستوى التحكيم، درجتي دخلت درجتي خرجت. التقييمات دي سبيسيفيك او متدققه جدا علشان توصلك كحكم الى اعلى مستوى. ما انا من بطوله لبطوله طبيعي احنا بشر فممكن نغلط، فمن بطوله لبطوله بحسن ادائي وبوصل لاحسن نيوترال تحكيم، يعني تحكيم محايد على بقدر المستطاع. من التقييمات دي لو حققت الاربعه المطلوبين خلال الدوره الاولمبيه بيحصل لي نومينيشن ترشيح للكوميتي بتاعت افريقيا، وافريقيا بترشحني كحكم ممثل عنها، وبيحصل الاستجابه او عدم الاستجابه. طيب ده اللي حصل. ده اللي حصل. ايه الحاجه اللي بتاخدوا بالكم منها قوي وانتوا بتقيموا الفرق؟ في نقاط صغيره كده هي اللي بتبقي شايفاها من اول، تقولي الفريق ده هيبقى تمام الفريق ده مش هيبقى تمام، من اول ايه عينك بتلمح من الاول كده تقولي انا هبقى شايفه سياق اللعب كله هيبقى ماشي ازاي؟ احنا من 84 لغايه الاولمبيكس بتاع طوكيو كان التحكيم فردي بحت، نظرتي فقط. التحكيم اتغير من حوالي 4 سنين بقى مور سبيسيفيك، يعني دقيق اكتر بمعنى دقة. انه انا كحكم ليا رؤيه واحده، انا هتفرج على صعوبات اللعيبه. الحكم الاخر بيتفرج على الاداء الفني، الحكم الاخر بيتفرج على الاليمنتس العناصر. فبقى كل واحد فينا باصص في حته معينه مش مركز مع حته ثانيه. يعني انا وانت بتتفرجي كمتفرج تستمتعي، انا ببقى مستمتعه بس في الجزئيه فقط اللي انا هقول فيها 10 من 10 او 5 من 10 او 7. فالتركيز المهام نفسها اتقسمت. فبقى كل حكم مسؤول عن حاجه معينه يركز فيها بس. اكزاكتلي. فبالتالي لما كلنا بنحصل لنا سينكينج للدرجات تلاقي فعلا ظهر ان الفريق ده هو اقوى واحد بقرار 10 حكام او اقل واحد. احنا بنبقى قاعدين على التحكيم 10 حكام على الاقل، وستة اخرين حكم بيحق ثلاثه بيحكموا الاخطاء. يعني احنا كنا زمان نبص احنا كمان على الاخطاء، لا دلوقتي في غيرنا بيبص على الاخطاء فقط ويعدها ويشوف كم حد جاب 80 غلطه. يعني انت ممكن تتفرج تقول يا دول زي المرايه واحنا شايفين 70 غلطه انت مش شايفه حقيقي. بس متقسمين يعني كل عدد من الحكام بيبقى مقسم حاجه معينه، ده هيبص على التناغم، ده هيبص على الاداء، ده هيبص على الفتنس والمرونه، ده كل واحد بيبقى هو عارف انتوا مقسمين. احنا 10 حكام، 5 بيحكموا العناصر و5 بيحكموا التعبير الفني، الارتستيك امبريشن. الارتستيك امبريشن هو الاداء الفني اللي هو تاليف، توافق مع الموسيقى، توافق اللاعبات مع بعضها، الدخول والخروج من الميه، اوكي؟ والفريق الاخر من الحكام بيحكم الاداء الجيد او الضعيف للعناصر الاجباريه. كل فريق لابد مثلا يؤدي 7 عناصر اجباريه اللي هم
اللي هم مثلا احنا حافظينهم لكن انتوا مش تفهموا. يعني فور اكزامبل على سبيل المثال بنت تطلع برجليها لفوق تفتح سبليت يطيروها في الهواء زي الاكروباتكس رايت. دي عناصر بتبقى مكتوبه لنا في بيبر واحنا دي بنبص. حركات بتبقى مبهره جدا بالنسبه لنا واحنا قاعدين بنتفرج بنبقى مبسوطين قوي. بنات طايره وبعدين تنزل تعوم وبعدين بالزبط. تطلع مبتسمه و لا هم يعني بيموتوا بس هم بيتدربوا على ازاي ما يحسسكيش بتعب. هو المفروض كل ما قد كان اداء اللاعبات شيق وفي في شو ارتياحيه في شو بيتعمل اكزاكتلي. ودلوقتي على فكره يعني هو تغيير القانون حقيقه مستو انه ما بقاش في بطل ثابت. يعني انا ممكن في احنا رحنا مثلا بطوله العالم في الدوحه جبنا درجات اعلى كتير من البطوله اللي قبلها. رحنا بطوله العالم في فرنسا في احد الفرق طلعنا الخامس على العالم كسبنا اوكرانيا وكسبنا اليابان. يعني عمرنا ما في حياتنا كنا نتصور كده. ايه اللي اتغير في القانون طيب؟ القانون لما خلانا متخصصين اكتر التخصص خلى كل بلد عندها ميزه عن الاخرى تبرز اكتر وبالتالي الدرجات بتختلف. يعني احيانا بلد تاخد في الصعوبه مثلا 8/10 وتاخد في الاداء الفني التاليف 4.5. ليه لا؟ لان التاليف مش هايل. هم جامدين واقوياء وبالتالي هناك توازن. لعبتنا لعبه فن وصعوبات مش بس حد بيزقه في الهواء وخلاص. لابد يكون اسمها السباحه الفنيه. اذا السباحه دي ما كانتش ماشيه مع الموسيقى بشكل منسجم ما كانتش اللاعبات متوافقين مع بعض بشكل منسجم ما يبقاش فيها فن ولا ابداع. صحيح. حركه اللاعب مع الموسيقى exactly. ولازم يكون في تنسيق ما بينهم كلاعبين عشان يؤدوا الحركه في نفس التوقيت. طيب بالزبط. وحضرتك بتتكلمي بقى على النقاط ازاي بيتم احتساب النقاط. ده إكويجن بقى على الكمبيوتر. يعني انا مثلا انا كحكم ليا بطلع درجتي على اللاب بيبقى معانا لابتوبس او ايبادز بنحط الدرجه بتظهر عندهم على طول. هو في إكويجن وفي درجات صعوبه بتتضرب على طول جوه بتطلع الدرجه بشكل غير خالص اللي انا اديته. يعني ممكن ابقى مديه متوسط التحكيم ما بين ياخدوا متوسط بيضربوها في درجه الصعوبه ويطلع في الاخر درجه كبيره كده بالميات والمتينات. يعني إكويجن فكره وجود معادلات هي اللي بتطلع بالزبط. النتيجه بالزبط. النهائيه. طيب مش عايزه اقول كده يعني بس امتى الحكام بيبقوا اشرار؟ امتى الحكام ما بيبقوش يعني مريحين بالنسبه للاعبين؟ مهم قوي لناس كتير قوي بالذات اللي كانوا بيلعبوا رياضات فرديه بيبقوا عارفين من وهم نازلين الملعب ايا كان بقى شكل الملعب او البيسين او ايا كان يعني في اخطاء او في حاجات بتبقى الحكم فيها متشدد وفي حاجات بيبقى الحكم فيها. ازاي الحكم يبقى مريح للاعب ما يبقاش هو بيأثر على ادائه؟ هو الحقيقه طبيعي اللعيبه تخاف من الحكام لكن كل الحكام لطف جدا ما عندهمش ابدا. ده الاثكس اللي احنا شغالين بيها مفيش نيه للتحيز مع او ضد لكن قد تحدث. امتى الحكم يبقى مرعب؟ في حته واحده في القانون الجديد في بقى في جزئيه اسمها بيز مارك. يعني ايه؟ يعني ممكن اللعيبه تشوفها انت جميله واحنا نديها صفر. انا مش كحكم في ترابيزه اسمها بتدي البيز مارك يعني بتتاكد من اداء الصعوبات اللي هم كاتبينها. اي فريق بيقدم ورق يقول انا هعمل كذا وكذا وكذا لو الفريق ما اداش الحركه مكتمله بالشكل اللي هو كاتبه بتنزل درجته على سبيل المثال من صعوبه 40 لحاجه و20 فتاخد تجر لما ندخل الارقام دي في الايكويجن تجر الفريق من نمبر 1 لنمبر 10 لنمبر 10 مثلا. فالبيز مارك هي اكتر حاجه دلوقتي بتقلق على اللاعبين في العالم كله. وما نقدرش نضمن اني انا مصر هعمل بيز مارك. لا انا رحت بطوله ما عملتش بيز مارك خالص واللي بعتها عملت بيز مارك مش خطا لانه انما هو رؤيه المدقق قاعد بيدقق. ده بيفرق بقى في التصنيف كمنتخب يعني المنتخب ده عنده عدد من البيز ماركس او ما عندوش او ده بيفرق في المنتخب لو خد واحده بيز مارك راح في تمام كده راح بره. هل بيكون في عقوبات طيب؟ في بينالتيز لو اللاعبين بيزقوا بعض وخبطوا داسوا على الارض وما بيشيلوا ده بينالتي ياخدوا ماينس 2 ماركس ينقصوا درجتين. لو اللاعبات هم داخلين في الستارت وطولوا عن ال 20 او 30 ثانيه المحدده ياخدوا بينالتي. اوكي لو اللاعبات بتعمل مع بعض وخبطوا في بعض مثلا بنقول قصد
في حاجه اسمها بينالتي ممكن ياخدوا زيرو. فاذا هم بيتمرنوا لدرجه ان هم يبقوا زي خيال بعض. يعني احنا بنمرنهم ازاي حتى وهم نازلين تحت يبقى النفس شبه بعض. لو انا عملنا ايدنا كده يبقى كلنا بنعمل كده، ما ينفعش انا اعمل كده وهي تعمل كده عشان ما يحصلش كراشز. فالحقيقه التزامن في اللعبه دي هو اصعب حاجه فيها. لعبه صعبه جدا بس شيقه جدا، فيها فن عالي قوي قوي وفيها قوه بدنيه رهيبه. يعني بتاع الجمباز بيزق الارض، احنا بنزق الميه. يعني شوف العضله، يعني انت لما تزق الارض تقدر تطير، لكن اما تزق الميه وعايز تطير بره فهي بتاخد مجهود كبير. فريقنا المصري رائع، ممتازين كلهم، صغيرين في السن كمان، ونتوقع لهم ان شاء الله ان ما كانش في الاولمبيك زي يبقى الاولمبيكس اللي بعدها ميداليه ان شاء الله. مصر في اللعبه دي قوي جدا جدا، وعندها ستاف من الحكام قوي قوي دوليا مش بس محليا. الاتحاد المصري للسباحه عامل انشطه كبيره للعبه بيدعمها بشكل رائع الحقيقه. هي اللعبه قد تكون فرضه نفسها، والاتحاد المصري بيدي لكل الحكام تشانسز عشان يحققوا الكرايتيريا اللي انا حققتها. فكل واحد له دور فتره يحقق الكميه من الاحتكاكات المطلوبه عشان يؤهل في المراحل اللي جايه للالعاب الاولمبيه ان شاء الله. التقييم بيبقى كمان داخل فيه، احنا عارفين انها لعبه فيها بتعتمد برضو على الشو وبتعتمد على الابهار، بيبقى بتعتمد كمان على المايو نفسه او الكوستيوم الملبوس، بيبقى بتعتمد على الموسيقى المختاره قد ايه هي اصليه وقد ايه هي محليه. ده ممكن يكون بيفرق في التقييم ولا صعوبه الحركات فقط؟ لا لا، كل حاجه من المشي الاولانيه، المايو قلت له ده كنا زمان ما كانش فيه، المايو دلوقتي اذا عبر عن الثيم او الرؤيه بتاعه تاليف الموسيقى المايو بياخد درجات. تسريحه الشعر بتاثر على النمر، يعني هو ما لهاش سبيسيفيك مارك لكن الاوفرول امبريشن الشكل العام اللي بيديكي احساس انا نازله اعمل موسيقى شرقي، انا نازله اعمل سبانيش، انا نازله اي. يعني لو حد عمل على مايكل جاكسون على سبيل المثال، يعني احنا مصر عملت في الاولمبيكس في 2016 موسيقى مايكل جاكسون ولبسوا مايو كانه مايكل جاكسون، اخذوا سكسي رائع جدا وجابوا وطلعوا السابع على الاولمبيك جيمز، فكانت رائعه. دلوقتي بقى لها بقى درجات، يعني زمان ما كانش لها درجات، كانت تبقى فور فان، دلوقتي بقت ليها درجات وتفرق قوي قوي. مش بتبقى فرفان قوي بقى، ما هو برضه ثابت واقع على الحكام وثابت امبريشن، فالحكم انت داخله الفريق وهو داخل مستريح انه اللي قدامه اوريدي اثار الاعجاب. انت بتتحكمي حضرتك. كان على فكره هو ده الكلام، لما تدي امبريشن جيد للحكم انها بتجسم الموسيقى او ان الموسيقى متالفه للناس دول اكزاكتلي مهيئه نفسيا انهم حته الموسيقى بقى بيطلبوا مننا قبل من الفرق، يعني قبل الاولمبياد يعملوا حاجه اسمها ميوزك انفورميشن، لازم يقول لهم نقول الموسيقى خدناها من فين ومتالفه سنه كام وحقوق الاختراع دي. يعني حتى الموسيقى بقت فيري سبيسيفيك، تقولي كل ديتيلز في الموسيقى من الثانيه كذا للثانيه كذا فيها ايه، وكل حد لازم يحدد لانه ممكن دي يعني حاجه يمكن تنظيميه لكن لابد ان نعبر عن الموسيقى بالتفصيل بمكوناتها بمؤلفينها، ولو الموسيقى دي كانت متالفه سنه كذا وتعدلت او حصل لها اعاده تغيير يعني اعاده توزيع يبقى لازم نقول سنه كام. فحتى الموسيقى بيدققوا فيها جدا. أكيد. طيب إحنا مش جداد في الألعاب الأولمبية كرياضة السباحة التوقيعية، إحنا لينا خبرات فيها ولينا. هل من ضمن الميداليات اللي إحنا إن شاء الله بنقول مصر حجزاها من ضمنها هتكون ميدالية من ميداليات السباحة التوقيعية، ولا إحنا بننافس وإن شاء الله موجودين في دور الثمانية ونتوقع إن إحنا بإذن الله في أولمبيكس جديدة نكون أحسن؟ والله ما حدش مش بيتمنى ميدالية. Right. أنا عارفة أن حساسية الكلام اللي بقوله علشان علاقته بالتحكيم، لكن كمتفرجة وكمشاهدة. كمشاهدة إن شاء الله نتمنى أن احنا ما ناخدش بيزمارك خالص، ولو ما خدناش بيزمارك ممكن ننط فوق. مين عارف ممكن نعمل إيه، لأني أنا بقولك آخر بطولة احنا كسبنا اليابان، احنا عمرنا ما كسبنا اليابان. كسبنا يوكرين دول أبطال العالم. فهي ديبان يتوقف على الأداء الجيد
او لا قدر الله احيانا بتحصل، عارفه يعني ايه لما لاعيبه ما وصلتش 10 ديجريز بس عن مكانها تاخد مزمار. فالحساسيه دي في التقييم بتطلع ناس فوق وناس تحت. بتبقوا معتمدين على ايه؟ على عينكم بس ولا على الكاميرات مثبته في حمام السباحه تمام. بحيث انكم تبقوا قادرين تشوفوا حركتهم، حركه رجليهم مع بعض، حركتهم هم تحت الميه؟ بتبقوا معتمدين على ايه؟ بصي هو لابد سباحه سباحه واضح على فكره. بصي هو لازم يحطوا 2 كاميرا بيصوروا من كل جنب، كاميرا بتصور الاخطاء وكاميرا بتصور الاداء. لو حصل بيزمارك اللي هو يعني العقاب اللي بيدي صفر ده تقريبا، بنعمل إعادة مراجعة للي بيحصل علشان نشوف إذا كان اللي قرار الحكم زي الفار اكزاكتلي يشوفوا قرار الحكم صح ولا لا. ومن حق الدولة اللي تاخد بيزمارك وتبقى متشككة فيه تقدم بروتست ويبصوا فيه ويراجعوا نفسهم قبل إعلان النتيجة بالكامل خلال نص ساعة من الأداء right. وبالتالي لابد يكون في كاميرات بتصور علشان اعاده التقدير، اعاده التقييم لو في بروتست. اما في الطبيعي عينين الحكم المقيم لدرجات الصعوبه هو اللي بيحدد او لا، بيبقوا 3 مش حكم واحد، بيبقى في كونسولتو. طيب حضرتك في النهايه بس تطمنين على مستوى الفريق المصري ومستوى المدربين كمان المصريين. مدربات المصريات اساسا لاعبات قوميه، يعني هم خريجي منتخب مصر معظمهم كانوا تلاميذي على سبيل المثال، يعني من عجوز قوي اصلي، فكلهم كانوا اولمبيات كلهم معانا. ياسمين لطيف المدير الفني، عزيزه مدرب عام، عزيزه محمود، مي مسعد مدرب، ونريمان خالد مساعد مدرب. في الاولمبيك جيمز الحقيقه احنا عندنا إيشو بسيط، احنا بنجهز 12 لعبة بس احنا ملناش حق غير بنشارك ب8، فاحنا في الاسبوعين دول في مرحلة تصفية ومعانا واحدة احتياطي. تصوري انه الاحتياطي مش من حقها تبقى موجودة الا لو حد من الـ8 جرت له مشكلة right. فالموضوع تايت قوي، مدرباتنا قويين جدا، مؤهلين جدا، في يعني عندهم ذكاء وشطارة، هم احنا شاطرين قوي في اللعبة، وعندهم قدرة على التأليف، يعملوا كوريوغرافي ما حصلش. لينا حس مختلف عن العالم كله، يعني أما تيجي مصر تعوم يبقى شكلنا ديفرنت، احنا مختلفين حقيقي، يعني احنا كأفريقيا وكعرب مختلفين، فدايما في بيبقى لنا سكسي مختلف عن غيرنا بالتميز. الموضوع بيحتاج دراسة مزيكا؟ طبعا اللي بيدرس مزيكا بيفهم أكتر، لكن مش مضطر. يعني أنا ما درستش مزيكا وكنت كوريوغرافر، لأنه مع الوقت والممارسة بتفهمي بتعرفي فين السؤال وفين الجواب ومين يعمل ايه، يعني بتبقى تالنتد اكتر منها حاجة. اكيد كابتن ايمان عرام الحكم الدولي ايه ورئيس اللجنة الفنية للسباحة التوقيعية بالاتحاد المصري للسباحة، نورتينا وشرفتينا واديتينا جرعة تفاؤل ان شاء الله نتوقع خير. نورتينا وشرفتينا وبالتوفيق ليكي. كل التوفيق. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقراتنا. اهلا بكم في موجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني اتكلم امبارح ان عهده بالجمهور المصري هو التشجيع بحماس وروح للمنتخب في مباراة بوركينا فاسو اللي هتجمعهم النهارده ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وكمان أكد ان بوركينا فاسو منتخب قوي ومن المنافسين الأقوياء. وكمان نتكلم محمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب الوطني ان هدفهم اسعاد الجمهور المصري بالتاهل لمونديال كاس العالم 2026 وانهم هيسعوا للفوز امام بوركينا فاسو في المباراه. اكد تريزيجيه ان اللعيبه كلها جاهزه ومركزه وبتحفظ تعليمات كابتن حسام حسن وطريقه لعبه، وقال كلنا جاهزين للمباراه.
منتخب سيراليون حقق الفوز على منتخب جيبوتي بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى، ورفع منتخب سيراليون رصيده لأربع نقط في المركز الرابع بالمجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، بينما منتخب جيبوتي فضل بدون رصيد من النقاط. منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض فاز على الإسماعيلي بنتيجة 1-0 في المباراة الودية اللي جمعت بينهم على استاد الإسماعيلية في إطار استعدادات المنتخب للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب. والنادي الأهلي واصل تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، وده في إطار الاستعدادات للمرحلة القادمة. عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فنية بالفيديو واجتماع للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي. كمان قاد مخطط الأحمال مرانا بدنيا متنوعا للاعبين مع بداية فقرات المران. بابلو غافي نجم وسط برشلونة الإسباني بدأ المرحلة النهائية لعملية التأهيل من إصابة الرباط الصليبي اللي تعرض ليها خلال مشاركته مع الماتادور ضد جورجيا بتصفيات يورو 2024. والنجم الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد الإسباني توج بجائزة أفضل لاعب في الموسم بصفوف الفريق الملكي بتصويت الجماهير، وده بعد تألقه مع المرينجي هذا الموسم ومساهمته في الفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. نادي نابولي الإيطالي أعلن بشكل رسمي عن تعاقده مع أنطونيو كونتي مديراً فنياً للفريق رسمياً لمدة 3 سنين لغاية 2027، وده من أجل إعادة الفريق بعد التراجع وخسارة لقب الدوري الإيطالي الموسم المنتهي. شباب منتخب إيطاليا توج ببطولة يورو تحت 17 عام على شباب منتخب البرتغال، وده للمرة الأولى في التاريخ في البطولة اللي بتقام بقبرص. وتوج منتخب إيطاليا بلقب يورو تحت 17 عام بعد الفوز على منتخب البرتغال في النهائي بنتيجة 3-0 في اللقاء اللي أقيم في قبرص. كده خلصت نشرتنا الرياضية، وهنعود مرة تانية لمنة وشاذلي لاستكمال فقرات صباح الخير يا مصر، وأكيد هنتكلم عن الرياضة. بكل تأكيد طبعا بنشكرك يا هالة. وجماهير الكرة المصرية النهاردة هيتابعوا المواجهة المرتقبة اللي هتجمع منتخبنا الوطني مع منتخب بوركينا فاسو ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2024. يا ترى منتخبنا بقيادة حسام حسن قادر على تخطي بوركينا فاسو ولا لا؟ هل روح لاعبي المنتخب هتلعب دور مهم النهاردة ويقدروا يفوزوا ويحققوا أمال الجماهير المصرية؟ خلينا نعرف التفاصيل من أحمد مصطفى الناقد والمحلل الرياضي. صباح الفل عليك. صباح الفل عليكم. يعني وإن شاء الله منتخب مصر النهاردة قادر على تجاوز عقبة بوركينا فاسو القوية جدا. طيب احنا ما بنخسرش من بوركينا فاسو، احنا ولا مره لعبناهم ولا مره خسرنا منهم، لا في ودي ولا في دولي ولا في تصفيات افريقيا، لكن احنا اول مره نلعبهم في تصفيات كاس عالم. طبعا التاريخ بينصفنا على بوركينا فاسو في المواجهات السابقه، لكن خلينا نقول ان المواجهه دي مواجهه مختلفه، لان انت بتواجه المنافس المباشر ليك في تصفيات كاس العالم. فريق بوركينا فاسو اختلف تماما عن بوركينا فاسو سابقا. الكره عامه في افريقيا اختلفت تماما، محدش كان يتوقع المنتخب المصري في كاس افريقيا ان هو ممكن يعني يعاني امام الراس الاخضر، فده بياكد ان احنا خلاص بقينا الكره في افريقيا اتغيرت تماما. المنتخبات كلها بقى عندها محترفين كبار جدا، ولاعيبه اعتقد كلها بقى بتلعب في انديه على مستوى عالي، فالموضوع اختلف تماما. فخلينا نقول ان مواجهه بوركينا فاسو النهارده مواجهه حاسمه، وكمان دي المواجهه الرسميه الاولى للكابتن حسام حسن، واعتقد هي دي اللي مخليه المواجهه برضو فيها ضغوطات. وشايف ان مواجهه بوركينا فاسو النهارده ان انت لو كسبت بوركينا فاسو بتسهل لك المباراه الثانيه مباراه غينيا بيساو، وكمان بتبعدك اقل حاجه عن المنافس المباشر ليك بخمس نقط، ودي بتسهل الامور تماما في خلاص ان انت الى حد ما بتقرب اكتر من كاس العالم، لان المنافس القوي بالنسبه لك بوركينا فاسو هو افضل منافس ليك او افضل منتخب في المجموعه بالنسبه للمنتخبات الباقيه جيبوتي وسيراليون حتى اللي انت انتصرت عليهم بسهوله جدا. في فرق في الامكانيات ما بين بوركينا فاسو وما بين بقيه المنتخبات، لكن يظل بوركينا فاسو منتخب عنده اللاعبين اللي ممكن تعمل لك ازعاج النهارده، وكمان لازم يبقى واخدين حذرنا كبير جدا منهم. طيب احنا هنتكلم طبعا عن استعدادات كابتن حسام، لكن وانت بتتكلم دلوقتي قلت ان منتخب بوركينا فاسو اختلف عن زمان والكوره اختلفت تماما خلال الفتره، هل احنا كمان منتخبنا اختلف خلال الفتره الاخيره؟ خلال الفتره الاخيره مع كابتن حسام حسن
لا بتكلم بشكل عام، منتخب مصر خلال الفترة الأخيرة 5-6 سنين فاتوا مثلا، يعني شكل المنتخب، أداء المنتخب عامل إيه؟ أداء المنتخب كان ليه يعني، كان متقسم لجزئين، جزء طبعا مع هيكتور كوبر اللي هو كان منتخب مصر يعني منظم دفاعيا وكان بشكل دفاعي أعتقد كان مميز جدا وقدر يقودنا هيكتور كوبر لكأس العالم. لكن بعد كده في ناحية تانية المنتخب اللي خلاص اتحرر بقى هجوميا، وده شفناه مع بالاخص مع روي فيتوريا. مدرسه كيروش كانت مدرسه مناسبه ومتوازنه مع المنتخب المصري، لكن ما خدتناش للاحلام النهائيه يعني. كانت بتقدم اداء كويس جدا، لكن احلام النهائيه ان هو يحقق كاس افريقيا معانا، يقودنا لكاس العالم، ده برضو يعني ما نجحش فيه. كان في اداء بلا نتيجه، اداء بلا نتيجه، لكن كان عنده سوء حظ. خلينا نقول ان كان في سوء حظ طبعا، ان هو خسر نهائي كاس افريقيا امام السنغال، وخسر المباراه الفاصله برضو ايضا امام المنتخب السنغالي. ولو جينا يعني بصيت لقوه المنتخب السنغالي، فتقول ان برضو وارد لما بتقابل منتخبين اثنين اقوياء، فاعتقد الموضوع برضو بيبقى معرض ان انت ممكن تخسر. فده بيبقى شيء وارد، لكن المنتخب المصري كان مع كيروش كان منتخب قوي ومتماسك وكان عنده روح وكان منظم. مع روي فيتوريا اختلف هجوميا، بقى منتخب هجومي اكتر منه دفاعيا، لكن كان يفتقد للروح، وده شفناه في كاس افريقيا بالاخص، ان المنتخب المصري ما قدمش افضل اداء ليه في كاس افريقيا، فيعني الروح كان يفتقدها، لكن الروح بتعود مع كابتن حسام حسن. تمام. ودي نقطه مهمه جدا طبعا، لان كابتن حسام حسن واحد من اساطير الكره المصريه طبعا كلاعب، واعتقد ان هو محتاج برضه يعمل تاريخ كبير جدا كمدرب. والروح هو يعني كان دائما اكتر حاجه بتناسب كابتن حسام حسن كلاعب، دائما الروح، وهو لا يتقبل الخساره. اعتقد كل الخبرات دي هيقدر ينقلها للعبته النهارده، وينقلها لعبته طبعا في طول فتره تدريبه يعني. طيب كابتن حسام حسن هيعمل ايه تكتيكيا النهارده؟ المنتخب بقالنا سنين بنتفرج عليهم باختلاف المديرين الفنيين تقريبا مش بيغيروا 4-3-3، هل كابتن حسام ممكن ياخد الريسك النهارده ويلعب بشكل مختلف، ولا الاضمن والاسلم انه يفضل بيلعب بنفس الطريقه باختلاف بقى العناصر اللي هيوزعها؟ سؤال مهم جدا ومحير الجميع طبعا، لان دي المباراه الرسميه الاولى والناس كلها محتاره فعلا، هل كابتن حسام حسن ياخد الريسك ان هو يغير طريقه اللعب؟ يعني انا اتوقع بنسبه كبيره وبناء على شخصيه كابتن حسام حسن ان هو ممكن ياخد الريسك ويغير طريقه اللعب. ناس كثيره ممكن تقول طب ما هو ما تلعب السهل، اول مباراه ليك، مباراه قويه، مباراه حاسمه، لكن بالظبط. لكن هو بالرغم من الريسك، ليه اسباب الريسك؟ اسباب الريسك ان هو برضو قلقان من منتخب بوركينا فاسو، ده رقم واحد. رقم اتنين، فكره ان انت ممكن تتعرض لا قدر الله لاي نتيجه سلبيه هتبقى بالنسبه لنا مشكله، لان بوركينا فاسو لو قدر النهارده يحقق نتيجه ايجابيه ويقدر يكسبك على ملعبك هيتصدر المجموعه، وهيبقى بالنسبه له ليه مباراه طبعا عوده على ملعبه، فالموضوع يختلف. فكابتن حسام حسن بيفكر ازاي يخرج المباراه دي بشكل امن وبنتيجه كبيره. ليه الريسك هياخده؟ ان هو هيغير طريقه اللعب طبعا. الفتره الاخيره زي ما انت قلتي منا ان هو دايما بيلعب 4-3-3، وحتى روي فيتوريا لعب كده، كيروش لعب كده، لكن كابتن حسام حسن واللعيبه المحترفه اللي بره متعوده لما بترجع بتلعب معانا على كده، فكله متسيستم، كله الاهلي والزمالك بيلعبوا كده. لكن هو ممكن يلجا لثلاثه في خط الدار، خاصه بعد اصابه احمد فتوح، ودي سبب من اسباب تغيير طريقه اللعب. اصابه احمد فتوح النهارده عملت ازمه، لان محمد حمدي حتى اللاعب البديل بيغيب اول مباراه للايقاف. فاول مباراه طبعا اعتقد ان هو ممكن يلجا لثلاثه في خط الظهر ويلعب بثلاثه 5-2، وكمان الطريقه دي ممكن ليها ميزه بالنسبه لي، او ناس كتير بتقول كابتن محمد صلاح هيلعب فين في الملعب، او استخدام محمد صلاح ازاي مع كابتن حسام حسن. فالطريقه دي ممكن تدي حريه كبيره جدا لكابتن حسام حسن، طريقه الثلاثه 5-2 او 3-4-3، لان دي هتدي مساحه كبيره جدا لمحمد صلاح ان هو يلعب كمهاجم تاني، وتدي مساحه ان زيزو يدخل مكان محمد صلاح ناحيه اليمين. ودي النقطه الايجابيه ان احنا لازم ناخدها من روي فيتوريا. خلينا نتفق ان روي فيتوريا كان ليه بعض الايجابيات، لان يعني اكيد ما كانش كل الشغل اللي عمله الفتره الاخيره كلها كان سلبيات، لكن كان ليه بعض الايجابيات، من ضمنها ان هو حرر محمد صلاح مع المنتخب المصري ونجح في توظيفه وتوظيف الامثل. ولو جبنا المباراتين جيبوتي وسيرالون شفنا ان كابتن مع محمد صلاح قدم اداء كبير جدا رقميا حتى بالاهداف، وكمان كاسيستات نجح في ان هو يساعد او يساهم في اهداف المنتخب المصري في المباراتين دول. يعني هو ممكن يغير طريقه اللعب اضطراريا فقط، اضطرارية بسبب مش مسألة ان هو مثلا عايز يباغت بوركينا فاسو بطريقة لعب مختلفة، ولا قدر الله لو حصل حاجة على ارض الملعب ممكن نرجع مرة تانية لطريقته المعتادة. اتفق معاك جدا فعلا بان هو ممكن يغير طريقة اللعب في بعض الاجزاء من المباراة، وده بناء ان انت ممكن تحط لاعب ممكن توظفه والمباراة شغالة يتحول للاعب باك، ويتحول بدل ثلاثة يتحول لأربعة، زي مثلا احمد رمضان بكر.
ناس كتير بتقول ان عمر كمال تم استدعائه بديل لفتوح. فطبيعي منطقي ان هو اللاعب الوحيد حاليا في القائمه لعب باك ليفت مكان فتوح وبيلعبها في النادي الاهلي مكان علي معلول، لكن هو استدعاء من 3 4 ايام تقريبا. مش عايز اقول ان هو لو يعني طبعا كابتن حسام مثلا احنا كلنا اتكلمنا قبل كده ان هو كان عمر كمال تم استدعائه كان يستحق الاستدعاء من بدري شويه، لان صحيح. انت عندك ازمه في المركز ده ومقدم اداء كويس، لكن هو ممكن يلجا للاعب بيقدر يلعب مركز المساك كثالث وفي نفس الوقت ممكن يتحول في حاله الهجوم او في البيلد اب لباك ليفت. هو احمد رمضان بكر ده اللاعب الوحيد اللي موجود. انا تخيلت الاقرب ممكن يكون كوكا، لان بس فكرت في مخي كده ان ممكن يكون عمر كمال عشان البنيه طبعاً الجسديه مع لعيب بوركينا فاسو هيعرف يروح ويجي. يعني اتفق معاكي جدا، لو هو لجأ للاعب باك ليفت سواء ما بين المنافسه ما بين عمر كمال وما بين كوكا اعتقد هتبقى اقرب ليه عمر كمال، لان طبعا السرعات كمان هو السرعات عند فريق بوركينا فاسو خاصه في الاظهره قويه جدا جدا جدا، وكمان في الاطوال هم كمان مميزين في الكرات الثابته. لكن فكره ان هو اصلا مش هيلجا لواحد من اللاعبين سواء بيكهام او سوري او عمر كمال او كوكا، هو هيلجا للاعب عنده مواصفات المساك لانه عايز يامن برده ما يدخلش فيه هدف، هو عايز يهاجم يدي حريه لمحمد صلاح، عايز يدي حريه لامام عاشور، عايز يدي طبعا كده كده مصطفى محمد بيلعب كمهاجم صريح، وفي نفس الوقت تريزيجيه هيبقى مفاجاه في المباراه دي في المركز جديد جدا. ممكن ناس كتير تتوقع ان تريزيجيه هيلعب كجناح شمال، لكن تريزيجيه ممكن يلعب النهارده كباك في طريقه 3 4 3، ده مفاجاه من المفاجآت. ما ده يعني على تغيير التقسيمه بقى طبعا، لان هو لو لعب 3 النهارده عبد المنعم ولعب برامي ربيعه واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ناحيه اليمين، هيبقى تريزيجيه يعني ناحيه الشمال. لو نفتكر طبعا محمد بركات مع كابتن حسن شحاته في كاس افريقيا لما كان بيلعب باك رايت كان دايما تلاقيه دايما في المناطق الهجوميه، كان بيلعب كل حاجه بصراحه كل حاجه بالظبط، ومستر مانويل جوزيه كان بيستخدمه الاستخدام ده. حتى انا افتكر نهائي كاس افريقيا 2006 في كوت ديفوار ضربه الجزاء بركات كان موجود داخل منطقه الجزاء. فكابتن حسام حسن دائما حتى مع الانديه اللي ضربها كان بيلجا طريقته المعتاده، في اغلب الوقت كان بيلعب بثلاثه على العلم، يعني هو كان دايما بيلعب بثلاثه 5 2 3 4 3، هو دايما بيلعب بيميل الطريقه دي. على فكره الطريقه دي طريقه هجوميه، لكن انت هتستخدمها ازاي؟ احيانا انت بتامن بالثلاثه، وده عشان التحولات الهجوميه اللي مميز فيها جدا فريق بوركينا فاسو. فريق بوركينا فاسو خطير جدا في التحولات الهجوميه، عندهم سرعات كبيره، فالثلاثه بيامنوا لك الحته دي، وفي نفس الوقت انت بتدي مساحه جدا لان احمد سيد زيزو موجود، لو لعب بالثلاثه يلعب احمد سيد زيزو وامام عاشور ومروان عطيه، تخلي زيزو يروح ناحيه اليمين ومحمد صلاح يبقى موجود بجوار مصطفى محمد، وفي نفس الوقت انت مدي حريه كبيره جدا. انت كده قعدت حمدي فتحي. يعني ما عدتوش انا كابتن حسام حسن اللي قعده، مش انا اللي قعدته والله، انا احساسي بيقول كده. يعني طبعا حمدي فتحي لعيب كبير جدا. انا عايز اقول بمناسبه حمدي فتحي، وفي ناس كتيره كانت بتتكلم ان كابتن حسام حسن ظلم بعض اللاعبين في عدم استدعائهم. يعني خلينا نقول بمنطق وبالعقل، في لعيبه ممكن تكون قدمت اداء كبير جدا في الدوري، لكن لو جيت قارنتها باللعيبه اللي تم استدعائها سواء حمدي فتحي في نص الملعب بالاخص، حمدي فتحي، مروان عطيه، كوكا، امام عاشور، اكرم توفيق، انت بتتكلم في خمسه اعتقد صعب جدا يكون حد ممكن افضل منهم حاليا. حتى لو حاله الانسجام ما بين اللعيبه وان هم يكونوا فاهمين بعض، ده افضل دي مهمه جدا، انه يكون لاعب مهاري جدا لكنه مش فاهم طريقه لعب زمايله الموجودين دي معاك. مهمه جدا، وبشوف ان الثلاثي ده كان بالنسبه لي كان اقرب ليه، لو هو لجا للبقى للسيناريو السهل ال 4 3 3 هيبقى الثلاثي المنسجم اكتر هو الثلاثي مروان عطيه، اكرم توفيق، امام عاشور، الثلاثي دول اللي نهم مباراه الترجي التونسي في نهائي دوري ابطال افريقيا. برضه انا خرجت حمدي فتحي برضه من السيناريو ده. برضه هو اللي خرجه برضه مش انت. لا زيزو هو برضه هو اللي خرجه مش انت. طيب احنا اتكلمنا على كل المراكز، ما اتكلمناش عن حراسه المرمى. دي الازمه اللي الناس كلها محتاره بينها تقريبا من فتره. عايزين نطمن بس نشوف هيعتمد على مين. طب هو هيعتمد بنسبه 100% على محمد الشناوي. وده ليه اسباب كتيره جدا. اولا كابتن حمد طبعا مصطفى شوبير مقدم اداء كبير جدا 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 جدا، واثبت ان هو حارس كبير وحارس جدير بحراسه مرمى النادي الاهلي، وكمان يستحق الانضمام لمنتخب مصر، وان هو لحد الان كلنا محتارين مصطفى شوبير ولا محمد الشناوي، ودي حاجه جميله. لكن الخبرات هنا هتحسم طبعا الصراع ده، وكمان استدعاء كابتن حسام حسن لمحمد الشناوي وهو يعني ما شاركش ولا مباراه مع النادي الاهلي بتاكد ان هو عنده ثقه كامله فيه، وكمان بتاكد ان هو هيعتمد عليه كحارس اساسي اليوم. ده ما يقللش طبعا مصطفى شوبير، لان انت كحارس صغير في السن وحارس اعتقد اثبت في فتره قصيره في الدوري الافريقي يعني طبعا، وتسع كلين شيت من 9 مباريات وقدت النادي الاهلي ليه بطوله افريقيا طبعا، فحارس كبير، حارس واعد، حارس ليه مستقبل كبير لسه.
لكن في نفس الوقت انا هقول حاجه بس بحته مصطفى شوبير دي، يعني انا من وجهه نظري برغم ان هو متالق لكن من الافضل عدم بدء المباراه. يعني انا اتفق مع كابتن حسام عسل لسبب، ده حمايه لكابتن مصطفى شوبير طبعا، ما يحرقهوش وبيحميه. خبرات الشناوي في المباراه دي طبعا هتلعب دور مهم، هتلعب جدا. دور مهم جدا، وكمان استدعاء الشناوي ده بيدي دفع للاعب نفسه. اتفق معاك جدا، وانا قلت ان استلام محمد الشناوي ده مهم جدا لسبب، لان انت لو ما استدعتش الشناوي او ما شاركش الشناوي في المباراه دي اعتقد نفسيا هياثر على محمد الشناوي جدا. فمشاركته انت كسبت حارس، عوده حارس كبير جدا او حارس رقم واحد في مصر. وكمان كده كده مصطفى شوبير جاهز في اي وقت، واعتقد لسه ليه مستقبل كبير جدا. في نفس الوقت انت حافظت عليه، لان المباراه دي برده مش مباراه سهله زي ما الناس كده ممكن تبقى متخيله، لا مباراه صعبه، مباراه قويه، واعتقد فيها متغيرات كتيره جدا. شكلها هيكون عامل ازاي؟ هيبدا ازاي كابتن حسام؟ كابتن حسام حسن النهارده عنده حيره، هل يبدا بضغط كبير جدا؟ هل يبدا باندفاع هجومي؟ وده الطبيعي انت تلعب على ملعبك وسط جمهورك، لكن اعتقد ان هو هيبدا بطريقه متوازنه. وعشان كده انا قلت لا هيبدا بثلاثه في خط الظهر عشان يامن الحته الدفاعيه، يا اما هيبدا بالثلاثه في نص الملعب بوجود اكرم توفيق، لان اكرم توفيق بدنيا قوي وبيقدر يعمل الدور الدفاعي والدور الهجومي، وده الدور اللي يقدر يخليك ان انت عندك توازن في نص الملعب امام منتخب قوي عنده سرعات بيلعب كره دلوقتي على الارض. عكس طبعا الكره اللي كانت زمان بتتلعب الكره الطوليه وخلاص، لا، لكن هو عايز دايما يخلي عنده حته ان يبقى مامن برده خط الدفاع بتاعه. والموقف بتاع مباراه النهارده بيفكرني بموقفين الاهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي امام الترجي التونسي كان محتاج ان هو يسجل في نفس الوقت ما يدخلش فيه هدف. فكان هنا المجهود مضاعف، مجهود مضاعف جدا، ان انت بتبقى محتاج تسجل في نفس الوقت انت مش عايز يدخل فيك هدف، لان الهدف لو دخل فيك هيربك الامور كلها وهيخلي الفريق طبعا كله او اللعيبه كلها تبقى تحت ضغط. فاعتقد ان التوازن النهارده مهم جدا، لكن محتاج في اول ربع ساعه تعمل ضغط عالي جدا على فريق بوركينا فاسو عشان تحرز هدف اولاني. والظروف معاك على ارضك وسط جمهورك، دي مهم جدا. احراز الهدف الاولاني في اول ربع ساعه خلاص بيريح اللاعبين، الجو حلو بالليل، ما فيش شمس يعني كل حاجه مميزه. لا وان شاء الله طبعا يعني اللعيبه تبقى جاهزه، وكابتن حسام حسن اعتقد هو يعني الوقت ممكن ما يكونش كافي لكابتن حسام حسن في الفتره اللي هو كان موجود فيها منتخب مصر، لكن اعتقد ان هو كان في الفتره دي بيحاول يلم اللاعبين ويستعيد، يحاول يتعامل معاهم نفسيا اكتر. لكن اعتقد النهارده مباراه محتاجه فيها روح كبير جدا، محتاجه ان احنا يبقى عندنا اصرار كبير جدا من البدايه على المكسب. وكمان بشوف ان اول ربع ساعه لو دخلنا هدف هتحسم طبعا حاجات كتيره جدا في المباراه وسيناريو المباراه. ان شاء الله يمتعونا ان شاء الله شكلا ونتيجه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. كل الشكر ليك احمد مصطفى الناقد والمحلل الرياضي، شرفتنا ونورتنا حبيبي. انا مبسوط جدا ان كنت معاك، وصباح الخير على كل المشاهدين. صباح الخير مشاهدينا. خلينا نسيب حضراتكم مع موجز لاهم الانباء مع هاله، اتفضلي هاله. شكرا منا. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بمناسبة تجديد الشعب الهندي الثقة في قيادته لفترة ولاية جديدة. وأعرب الرئيس السيسي على حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي عن تطلع مصر للعمل المشترك في الأعوام المقبلة لفتح آفاق جديدة لتعزيز العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لعملهما المشترك، متمنيا التوفيق والسداد لرئيس الوزراء الهندي ولشعب الهند الصديق المزيد من التنمية والرخاء. استشهد عشرات الفلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة تابعة لأنروا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وقالت السلطات الصحية بغزة إنها تتوقع ارتفاع عدد شهداء مجزرة الاحتلال الجديدة بالنصيرات بسبب العدد الكبير من الإصابات الخطيرة والحرجة. هذا وأوضحت مصادر فلسطينية أن قصفاً جديداً استهدف حي تل السلطان غربي رفح الفلسطينية، ما أسفر عن شهداء ومصابين. أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أن 9 من كل 10 أطفال في غزة لا يستطيعون تناول العناصر الغذائية من مجموعات غذائية كافية لضمان نموهم وتطورهم بشكل صحي. وأضافت اليونيسف أن العمليات الإسرائيلية والقيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أدت إلى انهيار النظامين الغذائي والصحي، مما ينذر بوقوع عواقب كارثية على الأطفال وأسرهم. هذا وأكدت المنظمة أن أطفال غزة يعانون من فقر غذائي حاد، مما يمثل خطرا يهدد حياتهم.
حذرت الولايات المتحدة من أي تصعيد بين لبنان وإسرائيل بعدما توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتنفيذ عملية عسكرية هناك. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن واشنطن لا تريد أي تصعيد للنزاع لأنه سيؤدي فقط إلى مزيد من الخسائر في الأرواح سواء لدى الإسرائيليين أو اللبنانيين. جدد مجلس السيادة السوداني استنكاره وتنديده بانتهاكات قوات الدعم السريع ضد المدنيين. وفي بيان له أكد مجلس السيادة السوداني أن قوات الدعم السريع أقدمت على ارتكاب مجزرة بحق المدنيين في قرية ود النورة بولاية الجزيرة والتي راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين الأبرياء. هذا ودعا مجلس السيادة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لإدانة واستنكار هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها من قوات الدعم السريع سريع إعمالا بمبدأ عدم الإفلات من العقاب. انطلقت اليوم انتخابات البرلمان الأوروبي في هولندا والتي ستستمر حتى الأحد المقبل الموافق 9 يونيو الجاري في الدول 27 للاتحاد الأوروبي. ويختار الناخبون 720 عضوا بالبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بين آلاف من المرشحين من أحزاب اليمين والوسط واليسار وسط مخاوف من صعود اليمين المتطرف. وتقام هذه الانتخابات الأوروبية كل 5 سنوات ويختلف موعدها بين دول الاتحاد حيث بدأت اليوم في هولندا والجمعة في أيرلندا والسبت في كل من لاتفيا ومالطا وسلوفيكيا، في حين يصوت الناخبون في بقية دول الاتحاد الأوروبي من بينها فرنسا يوم الأحد المقبل. يستضيف منتخب مصر الأول لكرة القدم منتخب بوركينا فاسو في 10 مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. هذا وأنهى المنتخب بقيادة حسام حسن استعداداته للمواجهة المرتقبة. ونجح منتخب الفراعنة في تحقيق الفوز خلال الجولتين الأولى والثانية بتصفيات المونديال على حساب كل من جيبوتي في القاهرة بسداسية نظيفة قبل الفوز على سيراليون بهدفين دون رد بالجولة الثانية. انتهى موجز 9 وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. خلاص ما بقاش فاضل غير ايام قليله على امتحانات الثانويه العامه، والفتره دي بتكون يمكن من الفترات الصعبه اللي بتكون بتمر على الطلاب، بيبقى فيها قلق وبيبقى فيها توتر وبيبقى فيها خوف وبيبقى فيها عدم تركيز، كل ده علشان الطالب بيبقى حاطط في دماغه انه لازم يحصل اكبر قدر ممكن من الدرجات، سواء كان مذاكر من الاول او اليومين دول هو اللي بيزنق نفسه فيهم عشان يعرف يطلع اكبر قدر ممكن من المعلومات. طبعا الموضوع بيختلف بكل تاكيد من طالب لطالب، في طالب شخصيته اصلا هادي، في طالب شخصيته اصلا متوتر مهما كان زي ما كانت منا بتقول كده بيذاكر من اول السنه لكنه بيجي الفتره دي بيرتبك شويه. ازاي طلاب الثانويه العامه يتخلصوا من هذا التوتر؟ ازاي قبل الامتحانات؟ هل في طرق معينه عشان الطالب يحل الامتحان بسهوله؟ كل هذه الاسئله هنعرف اجابتها دلوقتي من ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو الدكتور حسن شحاته استاذ تطوير المناهج بكليه التربيه جامعه عين شمس. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا فندم. اهلا بيك يا فندم. منورنا يا دكتور وصباح الخير على حضرتك. دايما فتره قبل الامتحان من المقرر مش من خارج المقرر. وفي الفقره ولا في الامتحان؟ لا ما الاثنين. طيب دايما قبل الامتحانات بيبقى معروف انه بيكون في شد، بيبقى في توتر سواء من الطالب او من اولياء الامور. طبيعي. طيب هل في توتر مقبول؟ هل في درجات مثلا في التوتر؟ فالطالب مثلا بيقلق لانه طبيعي داخل على امتحان الثانويه العامه بيحدد مستقبله، بيرسم ملامح مستقبله، عايز كليه معينه مثلا فلازم يحصل درجات معينه. هل في توتر مقبول وازاي الطلاب يتخلصوا من التوتر سواء كانوا الطلاب او حتى اولياء الامور؟ شوف حضرتك استاذ شاذلي استاذه منى، القلق زي الملح اما يزيد عن حده ينقلب ضده. تمام. لابد يبقى في قلق. لابد يبقى في قلق، والقلق ده مشروع، والقلق عندنا جميعا، عند الاباء وعند الامهات اكثر من الطلبه، وعند المدرسين ايضا باعتبارهم اللي هم اللي بيقوموا بالعمليه التعليميه. طب خلينا عشان نزيل التوتر ده نقول لهم ايه قواعد وضع اسئله امتحان الثانويه العامه، والاسئله بتيجي منين وشكلها ايه. تمام. وده هدفهم. نمره واحد من قواعد وضع اسئله الثانويه العامه انها تكون من الكتاب المقرر، الموضوعات المقرره. نمره اثنين موزعه
بالتساوي على جميع ابواب ست فصول، ما في ست اسئله، ثمان فصول ثمان اسئله موزعه، ما بتركزش على جانب وتترك جانب اخر. نمره ثلاثه يبقى في جانب نظري وجانب تطبيقي، الجانب التطبيقي درجته ضعف درجه النظري، يعني ما يحفظ معادله او يحفظ نظريه او يحفظ قاعده غير ما انه يطبق القاعده او النظريه او المعادله. النمره اربعه بقى، ودي بقى المشكله، ان انا بحط سؤال بنسبه 15%، الاسئله اللي فاتت دي كلها للتحصيل للتحصيل للفهم والحفظ، لكن الاسئله بقى السؤال الوحيد المركب اللي فيه 15% اللي فيه معلومات قديمه ومعلومات جديده اللي بيحتاج لاكثر لتفكير شويه، ده السؤال اللي بيقف عنده الطلاب. هي القاعده ايه؟ الطلبه بيجاوبوا بس هم عاوزين يقفلوا، مش ممكن يقفلوا زي ما حضرتك قلت، لان قدراتهم غير متساويه ولان امكانياتهم غير متساويه. طيب الاسئله بتيجي منين؟ بتيجي من الكتاب المدرسي، بنحط اسئله موضوعيه وسؤال مقالي. الاسئله الموضوعيه جمله ناقصه كلمه او ناقصه عباره او ناقصه مفهوم او ناقصه حاجه بيكملها من اربع بدائل الف ب ج د، بس ياخدوا بالهم ان الطالب لما بيجي له النموذج الاسئله عليه رقم ألف أو ب أو ج أو د، يكتبوا في ورقة الإجابة كل يوم، مش هو نفس النموذج، يعني ممكن يجي له نموذج ب مرة ونموذج ألف مرة ونموذج ج. ليه بقى؟ لو ما كتبش رقم النموذج أو كتبه غلط هيصحح غلط، هياخد صفر، فلازم يحط رقم النموذج اللي موجود في السؤال ورقة الأسئلة في البابل شيت. هي دي بقى اللي تخوف، في البابل شيت هي دي بقى اللي تخوف. لو هو ما كتبش نموذج الاجابه الف ولا ب ولا ج هياخد صفر. هل طبيعي انه يكون الطالب حال الامتحان كامل ماشيين بحالها؟ انا اقول لحضرتك يا استاذه منى، ما تخافيش، دور المراقب والملاحظ هي دي الحاجات اللي بتخلي الولاد داخله متوتره. ما تخافيش، بيراجع كل حاجه محسوبه، بيراجع اسم الطالب على الرقم القومي بتاعه، وبيراجع رقم الالف او ب او ج على الورقه. ده معناه ايه؟ معناه ان انا لما اكون معايا ورقه اجابه بابل شيت ومعايا ورقه اسئله، ما هو اللي جنبي الف رقم واحد عنده غير رقم واحد عندي، واللي هنا رقم واحد عنده غير رقم واحد عندي، فكون طالب يقول للي جنبه رقم الاجابه بتاعت واحد اربعه او ثلاثه غلط غلط، صح؟ عشان ده نموذج وده نموذج. ارجوكوا النموذج، رقم النموذج مهم جدا، صحيح، وضع اكثر من اجابه للسؤال الواحد غلط بالذات في الاختيار من المتعدد. طب انا غلطت في سؤال عاوز اصححه، في اخر البابل شيت موجود مكان يكتب رقم السؤال ويكتب الإجابة السليمة اللي هو عاوزها. فكل حاجة، يعني أصل الامتحان ما هوش عملية يعني مشكلة بيننا وبين أولياء الأمور، ده أنا عاوز أفرز الامتحان الفرز، يعني إيه الفرز؟ مش للتمرير كله ينجح، لا، للفرز يعني مستوى الطلاب متوسط فوق المتوسط متميز، فلابد إن كل واحد من الطلاب يراعي إنه ما يحطش أكثر من علامة، يراعي نموذج رقم النموذج اللي موجود على ورقه الاسئله، يراعي ان هو اما يغلط يصحح في الاخر. اختبار المقال بقى، عشان بالمره اختبار المقال عباره عن بيقول له خد بالك وانت بتكتب المقال هحاسبك على القواعد النحويه، على القواعد الاملائيه، على كتابه الفقره ازاي، كتابه علامات الترقيم، فمحطوطه المعايير، انا وانا بكتب احط المعايير، وهي فقره كلها اربع خمس اسطر. صحيح، مش حاجه. طب انا بس عايز اقول في النقطه اللي كانت منا بتتكلم فيها، انه مساله النموذج ممكن الطالب يكون حال كله صح بس كاتب النموذج غلط، فبالتالي ما ينجحش في الامتحان. دي مسؤوليه الطالب انه يكتب النموذج. لا، مسؤوليه المراقب. واحده بس يا فندم، مسؤوليه الطالب في الاول انه يكتب رقم النموذج، والمراقب يعدي يشوف الكلام ده، زي ما هي مسؤوليه الطالب انه يكتب اسمه مظبوط، زي ما هي مسؤوليه الطالب انه يكتب رقم الجلوس بتاعه. ما دي حاجات يا جماعه كلنا بنعملها طول حياتنا. ممكن اصلح سؤالي؟ ممكن اصلح سؤالي؟ صعب. طب ممكن اصلح سؤالي؟ انا مش بقول ان هو مسؤوليه الطالب او غير مسؤوليه الطالب، انا بتكلم في نقطه انه الضغط العصبي، فكره انه يا كذا يا كذا، لو اجبت اجابات كامله صحيحه واخطات في رقم النموذج ان الطالب ياخد مره واحده صفر. هو ده اللي بقوله، الضغط والتوتر. مش عاوزين بس لكن نفهم الولاد انه يعني انا زي ما قال الاستاذ شاذلي حضرتك منا، انا كطالب بكتب اسمي حافظه، أيوة، وبكتب رقم جلوسي حافظه، أيوة، وبكتب رقم ورقه الاسئله تمام الف او ب او جيم،
دي اساسيات. طبعا. امال المراقب لو واحد بيمتحن بدل واحد يسيبه؟ لا لا بيتابع. لا 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 بيبص خلص. ويشوف دوره واثنين واقفين وملاحظين وواحد مراقب وفي متابعه في متابعه تامه ما تخافيش. انا عايز بس اقول لهم عشان نزيل التوتر نعمل ايه؟ اولا الفتره دي زي ما حضرتك قلتي ايام قلائل ويبدا الامتحان اجاوب ما ذاكرش لكن اذاكر الاسئله بطريقه البابل شيت. اذاكر الاسئله بطريقه البابل شيت يعني اشوف الاسئله موجوده في بنك المعرفه بتاعه اربع سنين فاتوا اشوف الاسئله هي ما دام الكتاب هو بقاله خمس ست سنين والاسئله بتتحط منه هو كتاب الفيزياء كتاب الكيمياء كتاب اللغه العربيه هو نفس الكتاب اتحط منه اربع مرات اسئله زائد المره دي اتحط اسئله يبقى خمس مرات زائد ان في اسئله تجريبيه موجوده عشان الطلبه يغشوا ويعرفوا يجاوبوا ازاي موجوده في البابل جايد جايد خارطه الطريق اللي الطلاب تمشي عليها عشان تعرف السياق خلاص جاي مرشده اسئله ارشاديه موجوده طب انا بقى مذاكر احط قدامي ورقه يصور البابل شيت من برنامج المعرفه اللي فيه الدوائر وفيه وياخد ورقه اسئله من الاسئله السابقه ويحطها قدامه ويقعد يجاوب ساعتين ثلاث ساعات ليه بقى؟ لان تاثير الوضع بتاع الجسم بياثر على الاجابه اذا ما كانش بيقعد قبل كده وممسك القلم وبيقعد فتره كبيره ما يتكلمش مع حد ويركز هيستمر في هذا الحال في حاجه اسمها العبء المعرفي يعني ايه العبء المعرفي؟ يعني انا زي ما بشيلش في معدتي اكتر مما تحتمل ما بشيلش في دماغي الا معلومات على قدها، يعني ما اقعدش اذاكر 8 ساعات وست ساعات ورا بعض، ما انا مش هفهم، الساعه الاولى هستفيد بنسبه 90%، الثانيه هنقص، الثالثه هنقص، الرابعه يبقى 20%، يبقى لازم كل ساعه اجدد نشاطي، ان اجدد نشاطي عن طريق ان انا اغير الماده اللي انا بذاكرها، اجدد نشاطي عن طريق ان انا اتشاتى مع زمايلي في التليفون واجاوب بعض الاسئله، ده نوع جميل جدا مش هذاك لو احنا بنذاكر في البيت مش واحنا في الامتحان ده انا بجاوب مع بعض بتفاعل مع زملائي فغير الاسلوب اما انا بقى عاوز اثبت المعلومات اعمل ايه واريح دماغي بحط المعادله او النظريه او الحل المساله المحلوله بكتبها في ورقه وانزلها بالسلوتيب قدامي في الاوضه الذاكره البصريه بتاعتي هتثبت المعلومات لان انا بحول يا استاذه منى بحول المعلومات المجرده الى صوره بصريه صوره تبقى سهله الصوره البصريه اسجل لنفسي اقرا اسجل لنفسي واسمع التسجيل اخلي ماما وبابا الحضن الاجتماعي يقعدوا يناقشوا ايوه مهمه جدا الام المامز حافظين المقررات زي الطلبه بالظبط لو امتحنتني فيها المامز. بقى يا دكتور هتشوف مني اجابات كل الام اي ام اديها منهج وهتشوف هتمتحن ان شاء الله هم كلهم ضغطوا على الوزاره والوزاره استجابت ورفعت ايديها وحطت الاسئله من كتاب الوزاره دكتور خلينا نقول حاجه خلينا نشوف كده روشته الأسهل لحل الامتحان البعض بيبتدي بالأسئلة الأسهل ويبقى حس إن هو أنجز ويسيب الأصعب للآخر البعض التاني بيبتدي بالأصعب يخلص كل طاقته اللي في الأول وهو لسه فريش وعنده قدرة على التحدي بيظبط وقته ويسيب الأسهل للآخر حضرتك مع أنهي طريقة وهل بتختلف من شخص التاني؟ لا يا منطقي أنا أو غيري أو أي حد منطقي أنا عندي 40 سؤال أو 45 أو 50 بجي على السؤال الأولاني أقرأ عرفت أجاوبه أجاوبه الخامس السادس أجاوب اللي أنا عارفها الأول وأتأكد إن أنا جاوبتها صح لازم أراجع لو ما راجعتش أراجع وأنا بحل ولا أراجع بعد ما أخلص؟ أفكر وأنا بحل قبل ما أحل وأثناء ما بحل وبعد ما أحل لأن مراقبة التفكير دي مهمة جدا مراقبة القراءة مهمة جدا إن أنا وأنا بكتب أركز قبل ما أكتب أكتب إيه وأنا أعمل العلامة فين وأسودها كلها وبعدين أراجع بعد ما عملتها السؤال يجي بعد كده زي ما قالت الأستاذة منى الأسئلة الصعبة بقى ابتدي أفكر بهدوء لأن ما أضيعش وقتي في إن أنا اقعد في سؤال انا والصعوبه والسهوله زي ما قال الاستاذ شاذلي مختلفه مفيش حاجه في مالوف وغير مالوف المالوف اللي انا شفته واللي انا عرفته
واللي انا استوعبته غير المألوف اللي انا اول مره اشوفه او اول مره اعرفه، لان الصعوبه بتختلف من شخص لاخر وبتختلف من شخص الواحد من وقت لاخر. فهي الامتحان ما فيش امتحان بلا قلق. هذا العام انا بقول للساده اولياء الامور للطلاب، امتحان بلا قلق، امتحان بلا توتر. ده مش مجامله، دي الحقيقه. ان شاء الله الاسئله موجوده في بنك المعرفه، 4 سنوات امتحانات، اسئله موجوده، حاولوا يجاوبوا وياخدوا ويصوروا باب الشيط ويعملوا تجربه، لان لازم بروفة، لازم بروفة. تمام. محدش بيخش الامتحان من غير بروفة. طيب دكتور، عشان برضو نطمنهم اكتر، حضرتك قلت ان في سؤال في النهايه بيبقى عليه 15% من النتيجه. وده بيعتمد على معلومات مركب شويه. مركب شويه وبيعتمد على معلومات سابقه حاليه. جميل. المعلومات السابقه دي بقى هل الطالب درسها في السنين؟ درسها طبعا. ثواني بس، في السنين اللي هي يا دوب قبل الثانويه ولا مثلا ممكن نعتمد على حاجه من اعداديه؟ اولى وثانيه ثانوي. يعني اللي درس في اولى وثانيه ثانوي ممكن يتركب عليه سؤال في ثالثه ثانوي. تمام. صدقني ان الاسئله وهم هيتاكدوا سهله وميسره ومن الكتاب المدرسي. حتى السؤال ده يعتبر سهل ليه؟ بالنسبه للطالب اللي كان بيذاكر المدرسي. تمام. وبالنسبه للطالب اللي كان بيذاكر للمذاكره، مش بيخلص بس بيذاكر فتره الامتحانات عشان يخلص الكلمتين يكتبهم ويمشي. لا، اقول للساده اولياء الامور حاجه لوجه الله، رغبات الاباء شيء وقدرات الابناء شيء. صح. فانا رغبتي ان ابني يطلع الاول. يا عم ده انا ده قدرات ابني بتطلعه الثالث او الرابع او العاشر او العشرين، فاحترموا قدرات بره التصنيف خالص ساعات كمان. احترموا قدرات ابنائه. بلاش حكايه ذاكر ذاكر، بلاش الامثله السلبيه. لازم الامثله إيه؟ لان النجاح يؤدي الى النجاح. انت متفوق، ده انت قبل كده نجحت، ده فلان اللي اقل منك خد كذا، انا متاكده ان انت السنه دي هتجيب الفول مارك، ان متاكده السنه دي هتحقق كذا. ده اللي المفروض نعمله. تشجيع. ونفضل ننفخ 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 فالعيال ما تذاكرش خالص، فتقعد بقى وتعتمد على انها بقت اشطر. هو المشكله الاساسيه للتوتر والقلق جايه منين؟ جايه من انك انت بتدي امتحان واحد في وقت واحد يحقق يشكل مستقبل الطالب طول عمره، اللي هو امتحان الثانويه العامه. على مستوى العالم كله امتحان الثانويه العامه شرط اساسي لدخول الجامعه وليس شرطا كافيا لدخول الجامعه. اذا في شروط اخرى لدخول الجامعه بالاضافه الى النجاح في الثانويه العامه. وزاره التعليم العالي عملت حاجه جميله، يا ريت تنفذ، في سنه تاهيليه للجامعه او سنه تمهيديه للجامعه. قطاع الهندسه، قطاع الطب، قطاع العلوم الانسانيه بيدرس لمده سنه. اخد 50% من امتحان الثانويه العامه الفول مارك 50%، ما يبقاش في توتر بقى. لان في امتحان تاني، وال 50% الثانيه اخدها من نهايه السنه التمهيديه او التهيئه واجمع المواد التخصصيه بتاعت الهندسه او الطب او العلوم الانسانيه زائد الثانويه العامه، يدخل بمعيارين. يدخل بمعيار التحصيل ومعيار القدرات الخاصه بالتخصص. هنا ما بقاش في مشكله في الثانويه العامه، لان مش ده مش الطريق الوحيد، ده في طريقين، ده 50% وده 50%. الجامعه اما توفر للطلاب دراسه زي ما قال الدكتور محمد ايمن عاشور ربنا يوفقه ويوفق الجميع ويجيب لنا رئيس عاوز انسان جديد لمجتمع جديد، انسان يفكر يفصل انسان فاهم مش حافظ زي ما بنقول، يبدي رايه، مش عاوز انسان يحفظ. احنا بنمشي عكس التيار. خطاب السيد الرئيس توجهات الدولة، خطاب السيد الرئيس مش من عنده، ده نظام الدولة، ده أهداف الدولة. أنا دوري كوزير إن أنا أطبق هذه الأهداف بحيث إن أنا أقيس التفكير. أما الدكتور طارق شوقي ربنا يديله الصحة كان وزير التربية والتعليم وعمل امتحان من خارج الكتاب يقيس القدرات والمهارات، انخفض مستوى الدرجات عند الطلاب 10%. ما حدش خد 90، نزلوا كلهم نزلوا 10. كله كان بيعتمد على المعلومات الموجوده وبيحفظها. بيحفظها فقط. اما الرئيس انسان يفكر، انسان يشارك، انسان يحترم ثقافات الشعوب، انسان لديه راي ورؤيه، انسان ليه فكر. ده المفروض نعمله احنا. انا ما انقلش الطلاب من الثانويه العامه الى الجامعه وينجحوا كلهم بدرجات عاليه واحرج الدوله واحرج الحكومه. لا، هو عشان كده فندم كلهم واخدين درجات عاليه بيكون في كمان فندم اخباله في الجامعه.
انا في الجامعه ما اقبلهمش. اختبارات قدرات في كتير من الجامعات دلوقتي بقى اختبارات قدرات عشان نشوفه حتى لو كان جايب اعدادي طب واعدادي هندسه تجد ان متفوقين بيسقطوا. دليل على ان التفوق ده تفوق وهمي وليس تفوق حقيقي، لان انا عاوز الدرجات تعبر عن القدرات مش الدرجات جمع درجات، لا تعبر عن القدرات. ما اضحكش على اولياء الامور واقول لها بنتك خدت 90% وهي قدراتها الحقيقيه 70%. لابد الجامعات الاهليه جامعات عالميه على ارض مصريه بتقدم برامج جديده وبتقدم فكر جديد في جانب تطبيقي وجانب نظري بيساعد على الارتباط بسوق العمل. يعني انا بحترم الجامعات الاهليه المصريه 27 جامعه متشكرين، لكن الصيغه الجديده اولياء الامور يفكروا في الجامعات الاهليه الجامعات التكنولوجيه. انا سعيد ان عشت عصر الرئيس السيسي وجدت هذا التنوع وهذا الزخم. من عمرك شفت جامعات اهليه وجامعات تكنولوجيه وجامعات اجنبيه وجامعات دوليه على ارض مصريه؟ كان كل الجامعات عباره عن 27 جامعه حكوميه، ده الجامعات الحكوميه فيها برامج متميزه، البرامج المتميزه بتؤهل لسوق العمل. فيا ريت اولياء الامور يفكوا الفكر التقليدي اللي عندهم ويفكروا بتفكير جديد، والاولاد ما يزعلوش ان هم جابوا درجات اقل من اللي توقعوها، ولا انهم يخشوا جامعات تكنولوجيه، جامعات اهليه فيها كل جامعات عالميه على ارض مصريه. بتعتبر يعني هناخد من كلام حضرتك يا دكتور الاهالي كده هدوا بالكم وحالكم ان شاء الله الامور طيبه ونهيئ الجو اللطيف المناسب للشغل. الولاد خلاص يعني ده اعتقد الوقت المناسب ان احنا نحل اكبر قدر ممكن من الاسئله. ربنا يوفقكم ان شاء الله ويكلل تعبكم ان شاء الله على كل خير. كل الشكر للدكتور حسن شحاته استاذ تطوير المناهج بكليه التربيه جامعه عين شمس. نورتنا يا دكتور، اهلا وسهلا. شكرا يا فندم. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقرات. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نروح لرفح مع مراسل القناة الأولى محمود جميل ونتابع هناك آخر التطورات الخاصة بتقديم المساعدات لأهالي غزة. صباح الخير عليك يا محمود. صباح الخير عليك يا منى، صباح الخير عليك يا شاذلي، بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. لازلنا بنتابع معاكم اخر التطورات الانسانيه والميدانيه من امام بوابه معبر رفح المصري والجهود المصريه المبذوله لدعم الاشقاء الفلسطينيين بتجهيز المساعدات الانسانيه. ربما التطور اليوم هو دخول شاحنات الوقود المتجهه الى منفذ كرم ابو سالم، يعني نتحدث ايضا عن دخول 8 شاحنات للسولار، بالإضافة بالطبع إلى حتى الآن دخول 50 شاحنة من المساعدات الغذائية والطبية المختلفة. لكن هناك عدد آخر من الشاحنات يقارب 200 شاحنة يعني مصطفين أمام بوابة معبر رفح البري للدخول إلى بوابة منفذ كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة. وهذه الشاحنات بها عدد من أطنان الدقيق وأيضا المواد الغذائية الإمدادات الطبية. لكن يعني دائما ما نتحدث عن الإجراءات والعراقيل اللي بيقدمها الاحتلال الإسرائيلي على منفذ كرم أبو سالم في إجراءات تدقيق ومراجعة بتاخد وقت كبير جدا، فبالتالي ده بيؤدي إلى تكدس عدد كبير من الشاحنات أمام منفذ كرم أبو سالم، فيؤدي أحيانا إلى عدم دخول أكبر عدد من الشاحنات بسبب التعنت ويعني مدة الإجراءات والتدقيق والمراجعة لهذه الشاحنات. بالإضافة أيضا إلى أن شاحنات الوقود حتى الآن عدد قليل جدا من شاحنات الوقود اللي دخل منذ بداية دخول الشاحنات لمنفذ كرم أبو سالم، فبالتالي يعني يجب على بالطبع الجانب الآخر أن يسمح بدخول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية المختلفة. مصر لا تدخر جهدا في تجهيز أكبر عدد المساعدات، امبارح كان في 350 شاحنة اللي دخل منهم 288 شاحنة في عدد من
الشاحنات اللي رجعت محمله باطنان من الدقيق وعدد من الشاحنات المحمله بالامدادات الطبيه، فاذا في امدادات طبيه القوات الاسرائيليه مش بتسمح بدخولها الى داخل قطاع غزه. فيما يتعلق بالوضع الميداني، في عدد من الانفجارات وايضا والقصف المستمر في مدينه رفح الفلسطينيه، ويمكن امبارح كان في استهداف بطيران الاحتلال الاسرائيلي لمخيم النصيرات ودير البلح، وادى الى استشهاد عدد من الفلسطينيين قارب 39 شهيدا بالاضافه الى عدد من الجرحى والمصابين. وكمان الاستهداف ده استهدف مدرسه تابعه للأونروا في مخيم النصيرات، وهنا طبعا يعني الصحه الفلسطينيه كانت تتحدث عن صعوبه الاوضاع ووقوع عدد كبير من الشهداء بسبب الجرحى والمصابين اللي عددهم كبير جدا وما فيش اي مستشفيات تعالجهم هناك. وفي هذا الصدد اللجنه الدوليه للصليب الاحمر اعلنت عن ان تدهور الاوضاع في قطاع غزه، الاوضاع الانسانيه تدهورت بشكل غير مسبوق منذ بدء العمليه العسكريه داخل مدينه رفح الفلسطينيه، وده طبعا ادى الى ان المستشفى الاوروبي هو المستشفى الوحيد اللي شغال في قطاع غزه، بيشمل الشمال والجنوب وبيؤدي الخدمات الطبيه، لكن غير قادر على تقديم كل الخدمات الطبيه، ومش كل الجرحى والمصابين بيقدروا ان هم يحصلوا على الخدمات الطبيه من داخل المستشفى الاوروبي بسبب نقص الامدادات الطبيه ونقص كمان الغذاء والوقود اللي بيستطيع ان هو يشغل المستشفيات داخل قطاع غزه. هذا بالاضافه ايضا الى انه وكاله الأونروا كمان اعلنت ان الاطفال بيعانوا طبعا من تدهور الاوضاع الغذائيه وعدم وجود المكملات الغذائيه، وان في عدد كبير من الاطفال توفوا بسبب النقص الحاد في الغذاء والجفاف. واكدت منظمه الأونروا ان حوالي 300 الف طفل من اللي كانوا بيتلقوا التعليم في المدارس التابعه للأونروا، كل المدارس دي تحولت لمراكز ايواء بعد العمليه العسكريه طبعا في مدينه رفح وايضا الاوضاع في قطاع غزه. فإذا بنتحدث عن تدهور للأوضاع الإنسانية طبعا يتحملها الجانب الإسرائيلي بسبب عدم دخول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية، مع الرغم من اصطفاف كل هذه الشاحنات أمام معبر رفح البري بخلاف الشاحنات الموجودة في مدينة العريش. إذا مصر تبذل قصارى جهدها لدخول وتجهيز أكبر عدد من المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. أخيرا هقول لكم أن لحد تقريبا النهاردة مصر استطاعت في خلال 12 يوم أن هي يتم إدخال 1500 شاحنة إلى قطاع غزة عن طريق منفذ كرم أبو سالم، لحين العودة والعمل في فتح منفذ رفح على الجانب الفلسطيني بعد انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية كما طالبت وتمسكت مصر. هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح البري. برجع لكم في الاستوديو مرة تانية منا وشزلي. زميلنا محمود جميل من أمام معبر رفح، كل الشكر ليك. طيب خلونا بقى النهاردة نختم حلقتنا مع حضراتكم ببنوتة مصرية مريم طاحون، قدرت انها تاخد الميداليه الذهبيه لمسابقه بريما لا موزيكا للغناء على مستوى النمسا، وده مش التكريم الاول بالنسبه لمريم كافضل اصوات في الاوبرا النمساويه. خلينا نرحب بمريم طاحون عبر زوم. صباح الخير عليك يا مريم، اهلا وسهلا بيكي. صباح الخير عليك واهلا وسهلا. اهلا بيكي، مبروك يا مريم. لو تحكي لنا اكتر، ايه الجائزه؟ ايه هي بريما لا موزيكا؟ شكل المنافسه كانت ازاي؟ احكي لنا بقى كل التفاصيل. مسابقة بريما لا موزيكا بتتعاد في الغناء كل سنتين، أنا كنت شاركت فيها 2020، حصلت على الجائزة الأولى على مستوى فيينا، هي دايما في تصفيات على المدن اللي في النمسا، واللي بينجحوا في التصفيات دي بيكملوا على تصفية النمسا كلها. فللأسف عشان كوفيد 2020 ما كانش في تصفية النمسا، 2022 شاركت تاني، حصلت تاني على المركز الأول على فيينا، وقدرت إن أنا أكمل على تصفية النمسا وخدت المركز الاول على النمسا كلها. حتى يعني قدرت ان انا اغني كونسرت في بودابست كتكريم يعني وزاره الخارجيه النمساويه. والسنه دي كان في فبراير التصفيات تاني، قدرت ان انا احصل على الجائزه الميداليه الذهبيه، كنت جايبه 100% الحمد لله. ولسه الاسبوع اللي فات قدرت ان انا على تصفيه النمسا احصل تاني على الميداليه الذهبيه، وان انا تاني ارفع اسم مصر بصوتي، وفعلا يعني كان حاجه جميله جدا، لان يعني كان في ميداليه في مارس اللي فات والاسبوع اللي فات، مظبوط كده؟ نعم، كان في ميداليه في مارس اللي فات، فبراير اللي فات والاسبوع اللي فات بالظبط. ما شاء الله. طيب انت دلوقتي يعني
18 سنه لسه صغيره واخدتي جوائز كتير قوي، ايه الفرق بقى بين الجائزه دي وباقي الجوائز اللي خدتيها؟ انا طبعا كل ما بكبر كل ما الجائزه بتبقى اهم بالنسبه لي، لان الغناء بيبقى محتاج برضو ان السن يكبر، لان انا لازم الاول جسمي فعلا يتحمل الصوت اللي انا بغني بيه، لازم مع الوقت مع الفتره في تكنيك معينه لازم اتعلمها ان صوتي يرن في جسمي. فوانا طفله يعني بروح اغني كهوايه، بس دلوقتي فعلا الموضوع دخل جد، وانا بدرس حاليا في الجامعه الموسيقيه بتاعت فيينا، بدرس غناء في الجامعه الموسيقيه. فكل ما اكبر كل ما الموضوع يعني يبقى سيريس اكتر. فانا كنت فرحانه جدا ان قدرت برضو المره دي افرح الجمهور وافرح اللجنه بصوتي. طيب انتي مولوده في بودابست نفسها ومولوده في النمسا نفسها، لكن ما شاء الله بتتكلمي عربي زي كانك موجوده معانا هنا. انتي بتنزلي مصر كتير ولا الاهل هم اللي بيتكلموا عربي في البيت؟ يعني احنا في فيينا طبعا احنا بنتكلم في المدارس وكده الماني، بس الحمد لله ما بابا قدروا يحافظوا على العربي بتاعنا، لان احنا كل ما ندخل البيت هو عربي عربي، اكل مصري، تلفزيون مصري، احنا بنتكلم مصري، بننزل كل سنه في الصيف نزور اهلنا في مصر. يعني ده مهم جدا بالنسبه لاهلنا ان هم يحافظوا على الثقافه بتاعتنا انا واخويا الصغير وعلى لغتنا المصريه. طب بتغني مصري بقى على كده؟ يعني انا متخصصه اكتر في الاوبرا، بس كنت غنيت مره في حفله صغيره، كنت غنيت اعطيني واغني، وكمان في حفلة قبلها كنت مغنية أنا نسيت، بس أنا كنت مغنية كم أغنية تانية بالمصري. طيب أنت بتدرسي بالفعل موسيقى وعندك تدريبات موسيقية، أنت ده جزء من التدريب بتاعك، التدريب البرفورمنس أو الأداء أو العروض اللي بتقدميها؟ احنا عندنا في الجامعه يعني احنا بندرس طبعا غناء، بيبقى عندي حصص غناء مع مدرسه الغناء بتاعتي، غير كده بيبقى عندنا دانس، بيبقى عندنا سبورت، بيبقى عندنا تمثيل. دي حاجات انها تجهزنا على لما نطلع المسرح ان احنا نبقى فعلا جاهزين واثقين من نفسنا، ازاي نتصرف مثلا لو احنا نسينا التكست، لو احنا نسينا الغناء، لو احنا مثلا مش حاسين ان احنا كويسين، ازاي نتنفس صح. يعني حاجات كلها مواد في الاول وفي الاخر انها تساعدنا لما نيجي نطلع المسرح. غير كده انا كمان عندي ميوزك ثيوري، بدرس لغات كتيره جدا لان انا بغني بكل اللغات. ويعني الجامعه هي هدفها ان هم لما اتخرج من الجامعه ان انا فعلا اكون اقدر اغني على اي مسرح اوبرا، اكون واثقه من نفسي، اكون عارفه ازاي هتعامل مع زمايلي على المسرح كتمثيل كغناء، ازاي اتعامل مع المايسترو اللي انا بشتغل معاه. بدرس لغات لان الغناء الاوبرالي ده بيبقى العالم كله، فانا لازم اكون عارفه مثلا اللغه الايطاليه لو سافرت ايطاليا، لو غنيت اوبرا باللغه الايطاليه، لان ما بيبقاش في وقت كتير انا لسه اجيب مثلا ديكشن كوتش يقول لي انا ازاي بنطق الكلام صح، او اجيب حد يفهمني الكلام. فهي الدراسه يعني بشكل عام هي اهم حاجه ان احنا لما نخلصها نبقى احنا فعلا جاهزين ان احنا نبقى شغالين مغنيين اوبرا وما نحتاجش يعني الكوتشز تاني كتير. طيب اتكلمتي عن الدراسه، ومن المعروف ان الغنى فيه مجهود وفيه بروفات، ازاي بتقدري توفقي ما بين الاثنين؟ انا تقريبا مثلا الصبح بروح الجامعه، ولو مثلا عندي حصه غناء ده من اهم الحاجات، حصص الغناء دي اهم الحاجات. وممكن على اخر النهار مثلا يبقى عندنا بروفات ممكن بالساعة 4 مثلا لحد الساعة 6، ولو في بقى بعديها كمان على طول حفلة. هو انا كمان انا بعمل كده من وانا صغيرة جدا، من وانا 9 سنين فمتعودة على ده. فانا قدرت بالظبط، انا قدرت اتعلم ازاي انظم وقتي صح، ان انا اقدر اذاكر، ان انا يبقى عندي وقت ان اروح البروفات، ان انا حتى كمان ارتاح، لانه زي ما حضرتك قلت هو مجهود جامد. حتى يعني انا لو انا مثلا حاسة ان انا لسه فايقة، لا صوتي خلاص تعب، جسمي تعب. فاحنا مع الوقت انا جسمي بيتدرب وكمان نفسيتي بتتدرب ان انا اقدر ان انا اغني جو اون. اكيد كل الشكر ليكي مريم طاحون الفايزه بالمركز الاول في الغناء الاوبرالي بالنمسا، شكرا جزيلا ليكي والف مبروك. بكده مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا، بنشكر حضراتكم طبعا على المتابعه، بكره ان شاء الله حلقه جديده من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.